موافق. مصطفى جاسم الشمالي غير موافق. الدكتورة معصومة صالح المبارك ممتنعة. ناجي عبد الله العبد الهادي موافق. ناصر محمد الأحمد الصباح غير موافق. دكتور هلال مساعد الساير غير موافق. دكتور وليد مساعد طبطبائي موافق. دكتور يوسف سيد حسن الزلزلة موافق. جاسم محمد الخرافي موافق. موافق. يا جماعة أرجوكم لا تخربون على اللي بعدكم. الله وجهك. الحضور 61 موافقة 42 عدم موافقة 17 امتناع 2 لم يحصل المشروع على الأغلبية الخاصة التي نصت عليها المادة 66 من الدستور وعلى ذلك يبقى التقرير على جدول الأعمال ويعاد تصويت على المشروع في دور الانعقاد الآخر. ترفع الجلسة. ترفع الجلسة. بسم الله الرحمن الرحيم. بعد ما بديت استريح خلني اول ابتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل جلستنا وارجو من الاخوه المتواجدين في القاعه الحضور و سيكون هناك تصويت لموضوع الطلبه فأرجو من المتواجدين ويبون يشاركون بالتصويت التواجد لأني سأبدأ الآن. نظام حسين. حسين الحريتي. شكرا الأخ الرئيس. بس يعني بغيت أنبه إحنا أول أمس جلسنا في اللجنة التشريعية على طلب رفع الحصانة فأنا بسأل الآن أو بكرة نخليه الصبح طلب رفع الحصانة عن أحد النواب فنخشى أن بكرة تكون الجلسة ختامية ولا نبت فيها. من هو؟ عن الأخ صالح عاشور. أخ الفاضل إجراءات إحنا بجلسات خاصة موجود الجلسات الخاصة ما يقدم فيها والطريقة اللي قدم فيها الشيء الوحيد اللي دخلته هي حسب اللائحة اللي المادة اللي بينتها لكم. هو طلب رفع الحصانة طول العمر طلب رفع الحصانة يقدم على ما عداه ماشي بس مو جلسة خاصة باكر الصبح يعني إذا في طلب الآن على أساس أن تنعرض لأني أنا عرضته على أول جلسة عادية هو أساساً بعد يومين بتنتهي لأنه بيصير تبتدي إذا الله سهل
وصوتته وانتهى الرفع الحصانه اوتوماتيكيا. لا يعني لازم اني انا على الاقل الان هو بعث راح حق الامانه من قبل يومين فيفرض يوزع على كلنا. لا يروح حق النائب بس. خلني اسال الخبير الدستوري ويشوف شنو الاجراء المتبع. لا اذا كان فيه إمكانية في أن نعرضها سأعرضها بكرة. بند التالي التقرير السادس للجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية ولجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد عن المرسوم رقم 205 لسنة 2011 برد مشروع القانون المقترح من بعض السادة أعضاء مجلس الأمة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1995 في شأن مكافآت الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب. في جلسة 15/6/2011 وافق المجلس في المداولة الثانية على مشروع القانون المشار إليه وتمت إحالته إلى الحكومة وبتاريخ 26/6/2011 ورد إلى المجلس المرسوم رقم 205 لسنة 2011 برد مشروع القانون الذي وافق عليه المجلس، وقد تم إحالته إلى اللجنة المختصة، وقدمت اللجنة تقريرها السادس عن هذا المرسوم والمعروض على حضراتكم الآن. هل يوافق المجلس على تثبيت التقرير في المضبطة دون تلاوة اكتفاء بالتوزيع؟ موافقة. تصويت نداء بالاسم على تقرير اللجنة. أعلن بأن التقرير انتهى إلى الموافقة على مشروع القانون في صيغته التي انتهى إليها في المداولة الثانية. كما أود أن أنوه أن المادة 66 من الدستور تنص على أنه يلزم لإقراره ثانية موافقة ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس. وزير التربية. تفضل أخ وزير التربية. شكراً أخ الرئيس. بسم الله الرحمن الرحيم. أخ رئيس، بالنسبة لهذا المشروع بالنسبة للحكومة وبالنسبة لسلطاتي كوزير للتربية بالنسبة للبند الأول المتعلق بالطالب المتزوج، فإن من صلاحيات وزير التربية أن يصدر قراراً بزيادة المخصص، ونحن اتفقنا مع الحكومة على أن نزيد المخصص، فعلاً نتفق ونزيده إلى 350، فلا نحتاج إلى مثل هذا المشروع لأن في زيادة للمخصص إن شاء الله. شكراً أخ رئيس، وسيكون بقرار من وزير العدل من وزير التربية. شكراً. تفضل جمعان النظام، لأن ماخذين قرار ماكو حديث. نظام لجنة، رئيس اللجنة التعليمية. تفضل. شكرا لأخ الرئيس. الأخ الرئيس، بالنسبة للمتزوج، احنا نعلم أن المتزوج يأخذ مكافأة من الشؤون قد تزيد عن هذا المبلغ، لكن لها إجراءاتها المتعبة. مو كل طالب عنده استعداد يروح ويقدم طلب حالة، لذلك حطينا حد أدنى وهو 350 دينار تؤخذ بشكل طبيعي وفوري. لذلك أنا نوه الأخ أحمد المليفي، إقرار هذه المكافأة إذا تبون تطلعونها، مع أن المفروض تأخذون القانون ككل، لكن قرارك في النهاية، إذا تبون تأخذونها، من يريد أن يذهب للشؤون يجب ألا يمنع من ذلك، لأن فلسفة وفكرة 350 بعض الطلبة ما لهم رغبة يروحون يقدمون عرض حالة، يستحي يروح الشؤون. فأنا أتمنى ما يصير منع لمن يريد أن يذهب للشؤون، من يتمتع بمكافأة الشؤون يتم عليها، ما يأخذ مكافأة الطلبة، ومن لا يذهب يأخذ المكافأة. شكرا لأخ الرئيس. شكرا. نداء بالاسم، تفضل. أحمد حمود الصباح، غير موجود. أحمد عبد العزيز السعدون، موافق. أحمد عبد المحسن المليفي، غير موافق. الدكتور أسيل عبد الرحمن العوضي، غير موافقة. الصيفي مبارك الصيفي، موافق. الدكتورة أماني خالد برسلي، غير موافقة. جابر مبارك الصباح، غير موافق. دكتور جمعان ظاهر الحربش، موافق. دكتور حسن عبد الله جوهر، موافق. حسين مزيد الديحاني، موافق. حسين ناصر الحريتي، موافق. خالد سالم عدوة، خالد سالم عدوة، موافق. خالد مشعان طاحوس، موافق. خلف دميثير العنزي، موافق. دليهي سعد الهاجري، دليهي سعد الهاجري، موافق. الدكتور رولا عبد الله دشتي، غير موافقة. سالم ثيب لدينا، غير موافق. سالم نملان العازمي، موافق. سامي عبد اللطيف النصف، غير موافق. سعد زنيفر العازمي، موافق. سعد علي الرشيدي، موافق. سعدون حماد العتيبي،
موافق. دكتورة سلوى عبد الله الجسار موافقة. شعيب شباب المويزري موافق. صالح أحمد عاشور موافق. صالح محمد الملة موافق. دكتور ضيف الله فضيل برمية موافق. عادل عبد العزيز الصرعاوي غير موجود. عبد الرحمن فهد العنجري موافق. عبد الله يوسف الرومي غير موجود. عبد الله يوسف الرومي موافق. عدنان إبراهيم المطوع موافق. عدنان سيد عبد الصمد موافق. عسكر عويد العنزي موافق. علي سالم الدقباسي موافق. دكتور علي صالح العمير موافق. علي فهد الراشد غير موافق. غانم علي الميع موافق. دكتور فاضل صفر علي غير موافق. فلاح مطلق الصواق موافق. فيصل سعود ويسان موافق. دكتور فيصل علي المسلم موافق. مبارك بنية الخرينج موافق. مبارك محمد الوعلان موافق. محمد براك المطير موافق. دكتور محمد صباح السالم غير موافق. محمد عباس النومس غير موافق. دكتور محمد محسن البصيري غير موافق. دكتور محمد محسن العفاسي غير موافق. دكتور محمد هادي الحويلة موافق. محمد هايف المطيري موافق. مخلد راشد العازمي موافق. مرزوق علي الغانم موافق. مسلم محمد البراك موافق. مصطفى جاسم الشمالي غير موافق. دكتورة معصومة صالح المبارك ممتنعة. ناجي عبد الله العبد الهادي موافق. ناصر محمد الأحمد الصباح غير موافق. دكتور هلال مساعد الساير غير موافق. دكتور وليد مساعد طبطبائي موافق. دكتور يوسف سيد حسن الزلزلة موافق. جاسم محمد الخرافي موافق. موافق. الحضور 59 موافقة 42 عدم موافقة 16 امتناع 1 لم يحصل المشروع على الأغلبية الخاصة التي نصت عليها المادة 66 من دستور وعلى ذلك يبقى التقرير على جدول الأعمال وإعادة التصويت على المشروع في دور انعقاد آخر. نعم لا ما راح أعرض شيء مسلم ما راح أعرض شيء ما راح أعرض شيء. تفضل أخ مسلم. الأخ الرئيس اللي موجود الآن أمامك موقع عليه اثنين لحظة أبو منصور لو سمحت 42 نائب موقع على طلب بإدراج هذا الطلب والتصويت على المداولة الثانية كما جاءت من اللجنة المالية. بالتالي الأمر ما في نقاش في تقرير اللجنة المالية يتعلق بالمتقاعدين من العسكريين والإطفائيين من سنة 1991 فقط التصويت على المداولة الثانية هذا هو المطلوب. الأخ الرئيس أرجو أنك تأخذ أصوات المجلس بالموافق على إدراجها والتصويت على المداولة الثانية. أخ مسلم مع كل تقديري وحرصي على الهدف اللي من أجله قدمته ولكن هاي جلسة خاصة وحسب اللائحة لا يجوز تقديم فيها شيء. ادرج الطلب. شكرا. تفضل نواصل جلستنا تفضل أخ دكتور. سيد الرئيس بالنسبة لموضوع القروض يعني هو حسب المادة 66 احنا قدمنا فيه 31 نائب قدموا على اساس ادراجه اليوم على جدول الاعمال في 31 نائب مقدمين الموضوع هذا وانت شلت من جدول الاعمال على أساس المادة 37 المادة 37 ما تنطبق على هذا القانون لأن قانون أعيد من الحكومة اللي ينطبق عليه المادة 66 من الدستور اللي هي مفروض إنه إذا ما حصل على ثلثين أعضاء مجلس الأمة يظل على جدول الأعمال مثل قوانين اليوم وفي دور العقاد هذا نستطيع أن نصوت عليه ويكفي الأغلبية لذلك أرجو أن تحطه على جدول الأعمال على أساس نقدر نصوت عليه. شكرا لأخ الرئيس. شكراً أخ دكتور ومثل ما بيّنت لك هذا أساساً ما هو على الجدول
ولن أضعها على الجدول، لأن حسب التصويت اللي تم انتهى موضوعه، وإذا عندك شيء قدم قانون جديد. لا ما راح أقدم، خلاص انتهى، يوم انتهى الدور. لا خلي ما راح أرده. منو آخر واحد تكلم؟ تفضل دكتورة محسومة المبارك. يا أخوان، أنا الآن ماخذ موافقتكم على أساس أنه من السابق في أن ما في أي مواضيع ستطرح لبكرة، وبالتالي سيكون فقط للتصويت على الميزانية وعلى إجراء الجلسة الختامية. أخذت التصويت، انتهى الموضوع. تفضل يا دكتورة معصومة الحصانة. الحصانة بس الخبير الدستوري أول. هذا رأيي بالنسبة للحصانة، يتم الطلب اليوم وتعرض على المجلس غدا للتصويت. تفضل يا دكتورة. شكرا لأخ الرئيس. سأل الخبير الدستوري. شكرا لأخ الرئيس. يعني لما نرجع مرة ثانية للمناقشات حول الميزانية، وأخذاً بالاعتبار الفاصل اللي أخذناه للمناقشة على أو للتصويت على الكادرين، سواء كادر الطلبة أو كادر المعلمين، مع كل اعتزازنا وفخرنا بالمعلمين الكويتيين وكذلك بالطلبة، ولكن الأخ الرئيس، أنا امتنعت عن كادر المعلمين، وأقول لك إياها بكل وضوح وصراحة، بأن هذا الكادر جاء ودمج نوعين من المعلمين، وأنا ما عندي أي مشكلة مع معلمين وزارة التربية، ولكن عندما يكون هناك خلل في الحمل الدراسي والحمل الوظيفي والعبء الذي يتحمله ويقوم به معلمين وزارة الأوقاف، أعتقد في هذا يجب أن نكون منصفين مع أنفسنا ومنصفين مع المدرسين لوزارة التربية. لا يمكن مساواة الأثنين، ولهذا أنا كان موقفي الامتناع، وإن كنت أرى بأن من حق المدرس العامل بوزارة التربية أن يحصل على الكادر بأكمله، ولكن أن يدمج النوعين من المدرسين هذا أمر فيه خلل كبير. الأمر الآخر الأخ الرئيس، هاي فقط كان تنويه، لكن فيما يتعلق بالنسبة للميزانية، أولاً أحب أني أشيد وأشكر الأخوة في وزارة في لجنة الميزانيات على الدور والجهد الضخم اللي قاموا فيه في دراسة كل الميزانيات وفي وضع ملاحظاتهم الجادة والهادفة فيما يتعلق بالميزانيات بأنواعها، وبالأخص ميزانية الدولة، الميزانية العامة للدولة. ميزانية العامة للدولة الأخ الرئيس، كما درستها لجنة الميزانيات، عليها عدة ملاحظات وعدة توصيات، بلغت 25 توصية. هذه التوصيات تأتي في صميم الميزانية وليست كأمور رقمية فقط على زيادة هنا وزيادة هناك. وكما قال السيد عدنان وصح لسانه لما قال بأنها ميزانية مجنونة، إي نعم، ميزانية مجنونة في التسابق على الصرف. والأخ الرئيس، أنا أحب أوقف عند كلمة، وهي أن الأخوان عندما صوتوا على الكادر المعلمين وكنا في الاستراحة، أشادوا بشجاعة من وقف ضد الكادر، ولكنهم برروا موقفهم بأن الحكومة قاعدة تصرف، الحكومة غير منضبطة، وبالتالي ليش إحنا نعطيها هذه الميزة ونرفض الكادر؟
هذا الأخ الرئيس المنطق اللي يعني ما في قناعة ذاتية من البعض، أنا أتكلم على البعض اللي تكلموا معي، ما في قناعة ذاتية، ولكن مبررهم الذاتي يقول يعني حسب كلامهم بأن الحكومة قاعدة تفسفس الفلوس وتصرف وتضخم النفقات كما وردت الميزانية، وبالتالي إحنا مع الخالية الشقرة. لا، هذا مو منطق، اسمحوا لي، لأن إذا ما وقفنا مع أنفسنا ومع ضمائرنا لكبح هذا الجماح في الإنفاق الغير مبرر، فبالتالي العواقب في السنوات القادمة ستكون وخيمة. مثل ما ذكروا في لجنة الميزانيات، كان الإنفاق الميزانية مجمل الميزانية قبل 10 سنوات 4 مليار وشيء، وصل اليوم إلى 20 مليار. إي نعم، هناك زيادات في السكان وزيادات في المشاريع وزيادات في الرواتب، لكن يجب ألا تكون بهذه الضخامة، يجب ألا نتنافس مع الحكومة في الإنفاق وفي الهدر. اليوم اللي قاعد يصير الأخ الرئيس إن عندنا حالة سباق، إذا أنت يا حكومة ما توقفين الإنفاق إحنا راح نزيد عليك. هذا مو الأسلوب اللي إحنا نريد أن ندير الدولة فيه. الأخ الرئيس، كان يجب علينا جميعاً أن نكون شركاء حكومة ومجلس في الإعمار، لكن للأسف الشديد أصبحنا شركاء بالدمار والهدر للمال العام. اليوم إحنا يجب علينا، يتحتم علينا أن نقف وقفة جادة مع هذه الميزانية، لأن هذه الميزانية والملاحظات والمبررات اللي وضعها الأخوة في اللجنة ملاحظات ومسببات لرفضهم للميزانية جادة. وأتمنى من الأخ وزير المالية أن يقف ويشرح وجهة نظر الوزارة في هذه الملاحظات. 8 ملاحظات، 8 مبررات، مو 1 و2، 8 مبررات بناء عليها اللجنة رفضت هذه الميزانية. أوقف عند الأول، تكرار تسجيل ديوان المحاسبة للملاحظات وعدم التزام الحكومة بمتابعة وتنفيذ أو الرد على هذه الملاحظات ومعالجتها. وين وزارة المالية من هذه الملاحظات؟ وين الوزارات كلها من هذه الملاحظات؟ حتى لا تكون سبب ومبرر في رفض الميزانية. الأمر الآخر، عدم قيام وزارة المالية بدورها على الوجه الأكمل في إعداد الميزانيات للجهات الحكومية. الله، من عين اللي راح يعد؟ إذا وزارة المالية ما قامت بدورها حسب هذه الملاحظة، من المسؤول عن إعداد هذه الميزانية؟ هل وزارة المالية عندها قصور في الخبراء؟ هل وزارة المالية عندها قصور في المحاسبين؟ هل وزارة المالية عندها قصور في المراقبين والمدققين؟ بالتأكيد يجب ألا يكون عندها. وجامعة الكويت تخرج، الجامعات الأجنبية تخرج والوظائف موجودة، وديوان المحاسبة وديوان الخدمة المدنية موجود فيه قوائم من الموظفين، إذا تدريبهم أنتم مسؤولين عنه. الحجة اللي أطلقها الأخ وزير المالية مع كل تقديري له، يقول إن ديوان المحاسبة يتنافس معانا عليهم وعنده رواتب أعلى. هي مو راحوا ديوان المحاسبة، طيب أنت ما تقدر تدرب غيرهم؟ ما تقدر تجذب عمال الموظفين محاسبيين قادرين على القيام بدورهم بالوجه الأكمل؟ هذا مبرر الأخ وزير المالية تقول للرد على أن عندكم قصور في إعداد الميزانية. الأمر الآخر، التأخر في تطبيق ميزانية البرامج والأداء. وما أدراك ما ميزانية البرامج والأداء؟ لأول مرة الأخ الرئيس عندنا خطة، لأول مرة هذه الخطة تحتاج بأن نتبع أسلوب مختلف في إعداد الميزانية، أن تكون ميزانية برامج. فإذا اليوم إحنا للسنة الثانية من تطبيق الخطة ما قدرنا نوصل لهذا، إذن أكو خلل، أكو فجوة فيما بين الخطة وبين الميزانية، أكو فجوة بين البرامج اللي موجودة بالخطة والأهداف اللي موجودة بالخطة وبين الميزانية، إذن الفارق شاسع فيما بين الأثنين. والحكومة تتعمد بغياب هذا الربط فيما بين الخطة والميزانية يكون عندي هذا الهدر. الأخ الرئيس، عندنا ديوان الخدمة المدنية
وديوان الخدمة المدنية يوافق على التوظيف ويوافق على الكوادر ويوافق على فرق العمل. فبالتالي ديوان الخدمة المدنية عليه أن يكون الفلتر، لا أن يكون عامل مساعد في عملية الإنفاق وتشغيل آلية الصرف على الوظائف في داخل في الحكومة وفي الأجهزة الحكومية. الأمر الآخر الأخ الرئيس، سياسة التوظيف، سياسة الكوادر تقتل أي طموح لدى الموظف المستجد المستحدث الخريج الجديد بأن يذهب للقطاع الخاص، لأن الفارق فيما بين الكوادر اللي تدفع للموظفين داخل الحكومة بكل مسمياتهم وبين ما يمنحها القطاع الخاص فارق كبير، لا يشجع الموظف في القطاع الحكومي أن يذهب أو يتجه للقطاع الخاص. الأمر الآخر الأخ الرئيس، الملاحظة السادسة، توقيع بعض الوزارات لمشاريع لم يتم إدراج اعتماد صرفي لها بالميزانية. أنا أتمنى من الأخ وزير المالية أن يرد على مثل هذه الملاحظات، هل هي ملاحظات مبرر ومسبب لرفض الميزانية أم عندهم رد عليها؟ الأخ الوزير اللي الأخ الرئيس اللي قاعد يصير عندنا، إحنا كأنما تأدية واجب، كأنما إحنا ذر الرماد في العيون قاعد نناقش الميزانية. بعض الأخوة تكلموا في الميزانية في النص الأول من الجلسة، كنت متأكدة 1000% أنه لن يساهم مع الحكومة في الإنفاق، وإذا به يكون مصوت مع الزيادات. شو اللي قاعد يصير؟ قاعد نتنافس إحنا على الشعبوية، قاعد نتنافس على هدر المال العام، قاعد نتنافس على أن نرهق هذه البلد بالمزيد من الأضرار بالمال العام. إي نعم الخير وايد، ولكن النعمة زوالة. الخير وايد اليوم إحنا عندنا، لكن كل ما زدنا إنفاقنا شكرا دكتورة. تفضل دكتور رضيف الله أبو رمية. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيد الرئيس، لما نناقش اليوم ميزانية الدولة وهي طبعا ميزانية تزيد عن أو يعني تقريبا 20 مليار دينار كويتي، هذه الميزانية اللي لأول مرة لجنة الميزانيات ترفض هذه الميزانية لأسباب وأسواب وجيهة جدا، منها طبعا أن المصاريف مبالغ فيها. احنا صارنا 5 سنوات ويعني قاعد نعرض موضوع اسقاط القروض على المواطنين واللي هي ما تتجاوز 2 مليون دينار، ويعني في اخر جلسة السنة اللي طافت وافق مجلس الامة باغلبية 37 نائب، ومع هذا الحكومة ردت هذا القانون، فقط 2 مليار دينار ومع هذا الحكومة ردت هذا القانون. ولما عقدنا جلسة خاصة لمناقشة رد الحكومة، واللي يفترض طبعا أن يظل على جدول الأعمال، لأن حسب المادة 66 لما هذا القانون ما جاب 2/3 الأعضاء كان يفترض أن يظل على جدول الأعمال مثل القوانين اللي اليوم ظلت على جدول الأعمال، من ضمنها طبعا قانون المعلمين ومكافأة الطلبة. لكن طبعا هذا القانون الرئيس يعني باتفاق مع الحكومة شالوا هذا القانون من جدول الأعمال حتى يحرم المواطنين من هذا المبلغ اللي يعني بالميزانية ما يعادل حتى 10% من ميزانية دولة الكويت، وهذا المبلغ لمرة واحدة ما هو يعني لكل سنة من السنوات القادمة. الآن نأتي على ميزانية، هذه الميزانية 20 مليار دينار كويتي، وطبعا أيضا هذه الميزانية ما فيها دقة حتى في تقدير هذه المصاريف، وهذا طبعا رأي اللجنة. هذه الميزانية اللي وضعت فقط من أجل أن يعني تضيع هذه الميزانية على أمور وعلى أشياء ذكرها بعض الإخوان، منها طائرة للديوان الأميري، هذه الطائرة سعرها 80 مليون دينار، وهذه الطائرة أيضا بس تأثيثها 50 مليون، طيارة ثمنها الطيارة كامل 80 مليون، تأثيثها 50 مليون، يعني على الأقل حدثوا العاقل بما يليق، يعني يقولون شيء الواحد ممكن يقتنع فيه.
50 مليون بس التأثيث، طيارة كاملة بمحركاتها بجسم الطيارة كلها كاملة ب80 مليون، والتأثيث فقط ب50 مليون، وتبونا نوافق على هذه الميزانية. أيضا جاء في الميزانية أن 17 مليون دينار قاعد تضيع على تطوير سيارات قديمة، وهذا قاعد تطور 17 مليون دينار. الشعب الكويتي والناس تئن من القروض، والناس تبي تنسجن، 60,000 مواطن عليهم ضبط وإحضار، وبالأخير نشوف الأموال هذه تضيع على تأثير طائرة ب50 مليون، وعلى سيارات يعني سيارات قديمة وتطويرها ب17 مليون، وعلى 800 مليون دولار بعقد مباشر عن طريق شركة البترول، ويعني والحبل على الغارب والملايين والمليارات قاعدة نشوفها تضيع يمين ويسار. هذا غير طبعا التبرعات للدول بخارج الكويت، والمواطن يئن ويبي اللي يرفع عنه هذه المعاناة ولا يجد من يرفع عنه هذه المعاناة. واليوم لما قدمنا أن يكون هذا القانون قانون إسقاط القروض أو إسقاط فوائد القروض اللي يقر في دور العقاد القادم، لما طالبنا بإعادة إدراجه ترفض أو يرفض المجلس أو يرفض الرئيس أنه حتى يعرض. لذلك احنا تقدمنا على جلسة بكرة أن هذا الموضوع يفتح جدول ما يعني ما يستجد من أعمال، وأنه يوضع عليه بعد العسكريين، وأيضا العسكريين يعني للمداولة الثانية يفترض أنها تكون في يعني في هذا الوقت الآن أيضا تمنع من أنها تناقش. لذلك بكرة احنا مقدمين موضوع إسقاط فوائد القروض، وأيضا موضوع العسكريين على يعني جدول أعمال جلسة باشر قبل التصويت على الميزانية العامة. ويعني نرجو من الأخ الفاضل رئيس المجلس ومن الأخوة النواب أن طبعا يعطون هذين الموضوعين حقهم، وأن نناقشهم بكرة ونصوت عليهم حتى طبعا يعني ننهي هذه القضيتين، وطبعا يعني نطوي صفحتهم، ويعني نبحث عن مشاريع أخرى فيها فائدة للمواطنين. أما هذه الميزانية، هذه ميزانية مرفوضة ولن نوافق عليها حتى لو الحكومة قعدت مع اللجنة وحاولت ولو أن يقللون في بعض المصاريف. أيضا الحكومة تتحجج تقول أن والله الكوادر وأعضاء مجلس الأمة هم اللي قاعد يرفعون بالميزانية وهذا بسبب الكوادر. نقول له يعني منو اللي جاب الكوادر؟ أول من جابها الحكومة، أول من جاب هذه الكوادر الحكومة. ولما شفنا الظلم وشفنا ناس تعطى كوادر وناس تحجب عنهم الكوادر، قلنا لا، احنا طبعا الناس اللي راح تظلم راح يعني نرفع عنهم هذا الظلم باقرار كوادرهم، من ضمنهم المعلمين ومن ضمنهم طبعا مكافأة الطلبة اللي اليوم ما مشت، لكن ان شاء الله في دور العقاد القادم ان شاء الله راح ترى النور من خلال طبعا يعني جلسة اول جلسات مجلس الأمة، ويكفي للتصويت عليها 32 نائب، وان شاء الله موجود هذا العدد وزيادة. لذلك هذه الميزانية ميزانية مبالغ فيها، ميزانية يعني ما هي صحيحة، ميزانية ما يعني ما شاف اصلا المواطنين بالميزانيات السابقة ولا راح يشوفون بالميزانية هذه اي شيء على ارض الواقع. الميزانية اللي طافت كانت 16 مليار، شنو شاف منها المواطنين؟ كلها راحت على استشارات وعلى دراسات، لكن على أرض الواقع ما حد شاف أي شيء، ولا شفنا أي شيء على أرض الواقع، ولا شفنا أي مشاريع إلا إذا كانت مشاريع مبالغ فيها، مثل طريق الدائري الرابع اللي كلف 264 مليون دينار، وهو طبعا 11 كيلو، يعني تقريبا الكيلو الواحد بحدود 260 ألف دينار كويتي، كل متر 260 ألف دينار كويتي إذا حسبناها على 11 كيلو في 264 مليون. وهذه طبعا يعني أشياء مبالغ فيها وأشياء مي صحيحة، وما جات إلا فقط من أجل تنفيع بعض المتنفذين وبعض الشركات اللي محسوبة على الحكومة. وشكرا لأخ الرئيس. شكرا أخ دكتور دف الله برمية. وأود بس أكد لكم على أساس أن سأستكمل المتكلمين حتى بس باكر نكون التصويت. تفضل مبارك خرينج. مبارك خرينج. مبارك خرينج غير موجود. سيد العضو حسين مزيد. حسين مزيد غير موجود. أخ مبارك الوعلان تفضل. شكرا لك رئيس. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أخ رئيس، حقيقة مما يرى هذه الأرقام المهولة أنا أعتقد في الميزانية والتكلم عن 20 مليار، يعتقد أن كل مشاكل الكويت ستنتهي، وكل ما لدينا من خلل وعطل هذه المبالغ الكبيرة يقابلها في المقابل أعمال سيتم
إصلاح حال البلد، وبالتالي لن تكون عندنا أي مشكلة في أي قطاع نتكلم عنه. أنا أعتقد أن هذه الزيادة في الميزانية هي زيادة ليست مبررة. يعني نرى فعلاً هدر في المصروفات وتوسع حتى في باب الرواتب. تكلموا عن تقريباً مبلغ 6 مليارات دينار، ولم يعطونا المبررات ما هي الأسباب لهذه الزيادة. أنا أعتقد إذا كانت هناك زيادة يجب أن يكون في المقابل ما يستندوا عليه من مبرر، وما يستندوا عليه من سبب، وما يستندوا عليه من حاجة إلى هذه الزيادة. أيضاً تكلموا عن الاعتماد التكميلي، وأعتقد كان هناك في تضخم وبزيادة تقريباً بنسبة 20%، وهي مخالفة صريحة، لأن أعتقد من المقبول أن يكون في الاعتماد التكميلي نتكلم عن 5% 10%، لكن بنسبة 20% أنا أعتقد أنها مخالفة صريحة وكبيرة جداً، وهذه رسالة إلى الأخ وزير المالية. خطة التنمية، وما أدراك من خطة التنمية؟ أنا أعتقد هي خطة الأحلام بلا شك. لم نجد ما يتوافق فيما بين أرقام الميزانية الكبيرة جداً وما بين خطة التنمية وما بين الأعمال التي تنفذ، ولم يكن هناك ربط فعلاً بين ما جاء في خطة التنمية وأيضاً في هذه المبالغ المرصودة والكبيرة جداً. لو ألغينا الضوء الأخ الرئيس على الباب الثالث، ونعتقد أن هذه المشاريع التي يسلوننا بعبارات أستاذ جابر، وما أدراك ما أستاذ جابر، أيضاً جسر جابر رحمة الله عليه، هذا الاسم المحبوب عند أهل الكويت كلهم، واللي بكل أسف تعطل، لا نرى إلا أسوار فقط حديدية، وبالتالي لما يأتي عهد الإنجاز نجد بمبالغ كبيرة جداً والتكلفة على حساب المال العام. أيضاً لو ألغينا الضوء على الباب الخامس، لنرى هناك فعلاً تضخم وبشكل كبير جداً، أن نسبة الزيادة يمكن تقريباً 75%، وهذه أنا أعتقد هي اللعب في الميزانيات التحويلية اللي لا حسيب ولا رقيب، وعدم وجود رقابة مسبقة حتى يتم ضبط إيقاع ما يصرف من مبالغ في الباب الخامس، وبالتالي نرى سهولة تحويل المبالغ وهذا الخلل الواضح جداً في الباب الخامس. يعني أنا أعتقد 20 مليار قفزة كبيرة جداً. إذا نتكلم هذه السنة عن 20 مليار، السنة القادمة سنتكلم عن كم؟ عن 30؟ هل يقابلها فعلاً أعمال؟ أنا أعتقد أن هذه المبالغ غير مبررة بالكامل. لما نتكلم عن 20 مليار اللي تطلبها الحكومة، ما يقارب 20 مليار، أنا أعتقد لو ضبطت عملية الهدر الحكومي لأمكن توفير مبالغ كبيرة جداً، وسنشير إلى بعض النماذج الواضحة جداً. على سبيل المثال وزارة الصحة، وزارة الصحة ميزانيتها فقط للأدوية 120 مليون دينار، ورفعت إلى 150، والآن يطالبون ب 250 مليون دينار. ما أتلف فقط من الأدوية بمبالغ تصل إلى 50 مليون دينار كويتي، ولما نلتفت إلى مستشفياتنا، نلتفت إلى صيدلياتنا، كثير من الأدوية لا نجدها، ونجد بالعكس أن البعض المواطنين يذهبون إلى شراء الأدوية من الصيدليات بالخارج، ونرى ما يهدر وما يتلف من قبل وزارة الصحة في الأدوية مبلغ مهول جداً، نتكلم عن 50 مليون دينار. أين دور الرقابة؟ أين دور أيضاً حتى أعضاء مجلس الأمة في المحاسبة؟ أين دور الحكومة اللي تطلب هذه المليارات لا تضبط إيقاع الهدر الموجود عندها ولا تحافظ على المال العام؟ لأن أعتقد مبلغ 50 مليون لما نتكلم عنها بالإمكان حل كثير من المشاكل اللي موجودة عندنا. وزارة التربية، واللي حقيقة الأخ أبو أنس الأخ أحمد المليفي ذكر أن سأجعل مهنة التدريس مهنة جاذبة وليست مهنة طاردة، وبكل أسف أول طرد لهم اليوم في التصويت. وهذا المعلم اللي أنا أعتقد الكل متفق على طبيعة عمله وعلى الهموم التي يعانيها، لكن ما كفأناهم بموقف. أنا أيضاً حتى أكون منصف لا ألقي الضوء على الحكومة ولا أمل منها شيء، لكن ألقي الضوء على بعض النواب اللي أعلنوا مواقفهم أن سنكون مع المعلمين، ولحسوها بكلمة بتصويت عدم الموافقة على كادر المعلمين اللي يستحقوا منا الكثير، واللي أعتقد أو امتنعوا، واللي أعتقد أن الأخ أحمد المليفي من الناس اللي أنا شخصياً لا عندي احترام كبير جداً، لكن أعتقد لم يكن منصفاً أبو أنس في الوقوف مع المعلمين اللي يستحقون الكثير. في وزارة التربية تحديداً تكلم عن الصبورة التفاعلية، وهي رصدت لها ميزانية للطلاب، والكل يعرف
مشروع تطوير التعليم واللي رصدت له مبالغ كبيره ومهوله، وجابوا لنا الصبوره التفاعليه وهي عباره عن صناعه صينيه رديئه وما زالت معطله ومبالغها مرصوده. ورصد لها اعتقد مبلغ 20 مليون ما زالت لم تحرك. ايضا في قضيه ايجار السيارات في وزاره التربيه واللي قفزت من 2 مليون الى 12 مليون ليستفيد منها البعض على حساب المال العام، وسلام يا المال العام، ولا من حسيب ولا من رقيب. احنا يمكن قلنا في الديوان الاميري، في ديوان سمو رئيس مجلس الوزراء، في كثير من المؤسسات اللي فعلا تتطلب ان يكون لديها حجم كبير جدا من السيارات، لكن بوزاره التربيه تاجير السيارات يصل مبلغ الى 12 مليون دينار كويتي، قفزه من 2 مليون الى 12 مليون. واعتقد هذه جزء من المسؤوليه اللي ملغاه على عاتقك يا ابو انس الاخ احمد المليفي. ايضا وزاره التربيه في ميزانيه مرصوده لانشاء وبناء 50 مدرسه، ما نفذ فقط هو 12 مدرسه، والان خلل كبير جدا في كثير مناطق الكويت، عدم بناء مدارس. على سبيل المثال عندنا في منطقه صباح الناصر الناس يودون اولادهم الى الاندلس، يودون اولادهم الى منطقه جليب الشيوخ ومنطقتهم ما فيها والميزانيه مرصوده، يعني ما عندكم اي حجه ولا عندكم اي عذر. نلغي الضوء على هذا الهدر حتى نرى الخلل اللي موجود في الاداء الحكومي، واللي انا اعتقد كثير ان لم يكن الجميع من بعض الوزراء لا يستطيع ان يتخذ قرار مصيري يتوافق مع الخطه العامه للدوله، وبالتالي يكون فعلا مستقل بقراره. والا لدينا مبالغ مرصوده جدا الان ما نراه من خلل في بلديه الكويت وفي وزاره الاشغال واللي على قيادتها الدكتور صفر. الخلل واسع، وعلى صفحات الجرائد اللي نراه من مساجلات ومن شد بينه وبين اعضاء البلدي، وكله على حساب المال العام والهدر الاداره القانونيه، وما ادراك ما الاداره القانونيه، واللي اهدرت كثير من الملايين على حساب المال العام. ايضا وزاره الاشغال لليوم قاعدين ما في رصيف الا يبدل، وارصفه من ابدع ما يمكن وجديده لم تمضي عليها فتره وتبدل، وين تروح؟ الارصفه القديمه تباع في مغاره وغير مغاره، ويستفيد منها بعض المسؤولين بوزاره الاشغال وغيرهم، والكل يعرف ذلك، لا حسيب ولا رغيب. اوجه الخلل كبيره جدا، وفي مختلف مؤسسات الدوله شفنا احد يحاسب، شفنا احد يضبط هذا الهدر، تاتون الان بطلب ميزانيه كبيره جدا تصل تكاد تصل الى 20 مليار. انا اعتقد من غير منطقي، إذا كنا نريد أن نرتقي ببلدنا ونجعل الكويت جوهرة، يجب أن يفعل القانون ويجب أن يضبط هذا الهدر حتى نحافظ على المال العام ونحافظ على أموال الشعب الكويتي، وبالتالي بالإمكان توظيفها الأموال توظيفها الصحيح في مجالها اللي تستحقه. أما قضية هذا الهدر ولا أحد يحاسب ولا أحد يراغب، لن نجني من خلاله من ذلك إلا أعتقد الرجوع إلى الخلف وتعطل بكل شيء. فأنا أعتقد المسؤولية إن كان مجلس الأمة يتحمل المسؤولية كاملة، إلا أيضا جميع الأجهزة الحكومية على رأسها المسؤولية الكاملة في هذا الهدر، ومن غير المبرر أن نوافق على ميزانية بهذا الحجم على حساب المال العام وعلى حساب الهدر، وأيضا التسيب في عدم ضبط ومراقبة من يلعب بالمال العام من قبل بعض المسؤولين في مختلف مؤسسات الدولة. شكرا لأخ الرئيس. شكرا. حسن جوهر. تفضل السيد العضو حسن جوهر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. شكرا لأخ الرئيس، وأيضا هذه مناسبة يعني تقدم فيها بالفعل بالشكر الجزيل إلى أخوة في لجنة الميزانيات اللي بدأوا ليس من هذه السنة، يمكن هذه السنة بشكل أوضح، ولكن من عدة سنوات أن يضعوا لنا بوصلة حقيقية وعملية وذات جدوى في قضية توجيه الميزانية العامة للدولة، إضافة إلى الميزانيات الأخرى اللي بالفعل كانوا محل إشادة فيها. ولذلك الأخ الرئيس أنا بنطلق من العبارة اللي أطلقها الأخ سيد عدنان عبد الصمد رئيس اللجنة على أن هذه الميزانية ميزانية مجنونة، وبالفعل يعني الأخ الرئيس اللي ينظر إلى الأرقام وينظر إلى أبواب الميزانية وينظر إلى الملاحظات اللي بعضها، وأنا راح أستشهد بعضها، صار لها أكثر من 15 سنة الأخوان في لجنة الميزانية، وكذلك التوصيات المستمرة بعد المناقشة والتصويت، إلا أن كل هذه الملاحظات المهمة تضرب فيها الحكومة عرض الحائط. ولذلك بالفعل أخ الرئيس يعني ما في تفسير آخر إلا أن في جنون في التعامل ليس فقط مع مجلس الأمة
وإنما حتى فيما يتعلق بتحديد المصلحة العامة للدولة والائتمان على مقدرات الدولة وأموالها بطريقة الصرف. الأخ الرئيس، أول سؤال، وأنا يعني خطابي راح يكون على هدي كثير من الملاحظات والتوصيات اللي جاءت في لجنة الميزانية. السؤال الأول والمهم اللي بالفعل يعني هذا يضع الحكومة برمتها على المحك وعلى وجه التحديد الأخ وزير المالية، والأخ وزير المالية يعني بقدر ما نكون له احترام وتقدير إلا أنا أقول له يا أبو مشعل أنت مسؤوليتك اليوم مضاعفة، أولاً لكونك وزير المالية، لكونك الرجل الأول والرقيب الأول على أوجه الصرف الميزانية، ناهيك عن طريقة إعداد الميزانية اللي فيها كثير من الملاحظات والقصور، بالإضافة إلى ذلك كله يا أبو مشعل أنت رجل فني من الطراز الأول ورجل يعني صار لك فترة زمنية طويلة متدرج في وزارة المالية وتملك من الملكة فيما يتعلق بالأمور الحسابية والمالية ومتابع ومشرف كنت على مدى سنوات طويلة. نتوقع من هذه الخبرة المتراكمة ونتوقع من موقع المسؤولية أداء أفضل فيما يتعلق بطريقة إعداد الميزانية وتوجيهها. وأول سؤال يطرح نفسه، هل الميزانية هذه بالفعل ربطت بالخطة الإنمائية والخطة السنوية للدولة؟ وهل أن هذه الميزانية ماشي على هدي برنامج عمل الحكومة حتى بالفعل تكون هناك مؤشرات للقياس والأداء حتى نستطيع أن نحكم عليها؟ النقطة الأخرى الأخ الرئيس، فلسفة الميزانية، يعني احنا نعرف أن في كل مشروع هناك فلسفة وهناك حكمة وهناك أهداف على ضوءها يتم يعني إعداد الخطة وبرنامج العمل. فلسفة الميزانية اللي احنا اليوم نشوف ان اكثر من 80% من ابواب الميزانيه موجهه الى النفقات الاستهلاكيه والباب الاول وغيرها، في حين ان المشاريع التشغيليه، المشاريع الراسماليه، المشاريع المنتجه هذه ما تحتل الا نسبه قصيره جدا صغيره جدا من الميزانيه، وهذا بالتاكيد الاخ الرئيس ولن يخدم أهداف الدولة وطموحات حتى صاحب السمو الأمير عندما ينادي ويرفع شعار تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي. فهل بهذه الميزانية وهل بهذه الطريقة نترجم أهدافنا وطموحاتنا وشعاراتنا كدولة بالاتجاه الصحيح؟ أخي الرئيس، إحنا من فترة طويلة وخاصة كل سنة نعيد ونكرر بأن على الله وعلى النفط، وإذا تراجع سعر النفط نكون أمام مأزق ليس مالي وإنما حتى سياسي، ولكن مع هذا ما قاعد نشوف التوجه العام للدولة بربط الميزانيات بالإنتاج، على الرغم من يعني الأموال الهائلة، ميزانية اليوم تصل إلى 20 مليار دينار أي ما يعادل 70 مليار دولار الأخ الرئيس، هذا بالفعل يعني مبلغ مهول، ومع الأسف الشديد أن هذه المبالغ غير موجهة أو غير مرتبطة بالأداء والإنتاج الفعلي لما نصرفه يعني على أبواب عديدة. أخ الرئيس، من الملاحظات المهمة اللي وردت في لجنة الميزانية، وهذه الملاحظة اللي بدأت تتكرر أكثر من 15 سنة، إن قضية ربط الميزانية ببرامج العمل والأهداء سواء في الوزارات أو الهيئات والمؤسسات الملحقة والمستقلة. هذا الأخ الرئيس فعلا بحاجة إلى وقفة، وأكثر من سنة وعلى مدى يعني عدة فصول تشريعية وأدوار انعقاد دائما نكرر، مع الأسف الشديد يعني هذه الملاحظات لا تؤخذ بعين الاعتبار. ولذلك أنا أحيي فعلا شجاعة الإخوان في لجنة الميزانية أن بالفعل خلاص من اليوم ورايح يكون هناك يعني وضع ضوابط وكذلك يعني إيقاف الميزانية وحتى رفضها. ولذلك من أول مرة في تاريخ الكويت أن اللجنة وبإجماع أعضائها، وأنا أحيي يعني هذه الروحية، أعضاء اللجنة الميزانية الأخ الرئيس أولا متنوعين سياسيا وفكريا، ثانيا الغالبية العظمى من الأعضاء ناس متخصصين في الشؤون الاقتصادية والمالية والحسابية، فلما يطلع منهم رأي بهذه القوة وبهذا الإجماع
يجب أن لا يمر هذا الحدث الأخ الرئيس مرور الكرام، وإن فقط نكتفي بالملاحظات والانتقادات وانتهى الموضوع. يجب أن تكون هناك وقفة بالفعل جادة وعملية، ونفرض على الحكومة أن تراجع نفسها وتأتي وتكيف ميزانيتها بما يرون الإخوان مناسب في يعني هذه الملاحظات. قضية الأخرى الأخ الرئيس، يعني صار لنا فترة طويلة نقول بضرورة تنويع مصادر الدخل، وين أبواب الميزانية اللي بالفعل يعني تطمننا على أن الحكومة جادة سواء في برامجها التنموية سواء في برامج عمل الحكومة، أن بالفعل يعني عندها طموح وعندها رؤية واضحة فيما يتعلق بتنويع مصادر الدخل. ولذلك الأخ الرئيس، احنا بنتكلم اليوم وفعلا مرت علينا مجموعة قوانين ذات كلفة مالية مثل كادر المعلمين ومكافأة الطلبة، وهذه الحكومة اليوم قاعدة تنتقدنا، وحتى النواب اللي يعني كان لهم رأي آخر، يعني من الملاحظات أن أيضا النواب يساهمون في زيادة الإنفاق والكلفة المالية. أنا بسأل قضية الكوادر الأخ الرئيس، منو اللي فتح هذا الباب؟ منو اللي بشخطة قلم يعني مشي 17 كادر في يوم واحد وخلال ساعة واحدة من النقاش؟ منو اليوم اللي كذلك حتى يعني كلام الأخ وزير الدولة أمانة يعني كلام غامض وكلام حمال أوجه؟ احنا نتكلم عن البارح بالليل المجلس الأعلى للبترول يقر كادر لموظفين النفط، الوزير ينفي، نعم قد يقصد أن لحد الآن الموضوع ما أقر، ولكن في الخدمة المدنية وكذلك مجلس الوزراء، ولكن أقر في مجلس الأعلى للبترول، ومجلس الأعلى للبترول أيضا يخضع رئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء، وبالتالي هذا أصبح توجه عام للدولة وتوجه عام للحكومة. فإذا الحكومة تكيل بمكيالين، ما لدينا الأخ الرئيس إلا أن نواجه مثل هذا الموقف. أخ الرئيس، أنا بركز على عجالة أيضا فيما يتعلق بدور وزارة المالية في طريقة إعداد الميزانيات. أتكلم عن دور المراقبين الماليين ورؤساء الحسابات في الوزارات. وزارة المالية اللي هي معنية في هذا الأمر الأخ الرئيس، صار لها على أكثر من 3 سنوات لحد الآن موقفة التعيين، خاصة لأصحاب المؤهلات الدقيقة في المحاسبة. يا أبو مشعل، يعني ما يجوز أن خريجين محاسبة واللي هما عملة نادرة اليوم ما يرون مكان في وزارة المالية. تقارير ديوان المحاسبة الأخ الرئيس حدث ولا حرج. ولذلك الأخ الرئيس، أنا أشد على ما ذكر الأخوان في لجنة الميزانيات، أنا أيضا من أوجه الهدر في المال العام، كان ودي الأخ وزير الدولة يكون موجود اللي هو المسؤول عن الخدمة المدنية، قضية الأموال اللي ما تصرف في الغرض المحدد لها، وأيضا يكون فيها إشكال من الناحية الشرعية وناحية المبدئية ومن ناحية أيضا تكافؤ الفرص، الوظائف والتعيينات اللي بالفعل تعطى لغير أصحابها، وهذه اللي فيها تكلفة مالية زيادة، هذه الأموال ما قاعد تروح لأصحاب الحقيقيين، هذه يعتبر جريمة أيضا مالية. وأنا أتمنى أن الحكومة تكون جادة في قضية التفاعل مع قانون التعيين في الوظائف القيادية. أخي الرئيس، آخر موضوع بهذه المناسبة، موضوع الأخوة الطيارين في الخطوط الوطنية. هل يعقل الأخ الرئيس أن مجموعة من الطيارين الكويتيين؟ شكرا، تفضل دقيقة. أخي الرئيس، ما يعقل أن مجموعة من الطيارين واللي أصبحوا على مستوى متقدم جدا وهم كوابتن، أن بسبب يعني الآن خسارة الخطوط الوطنية اللي كانوا فيها يتم تسريحهم وقاعدين عاطلين عن العمل، في حين أن الحكومة وافقت على إعادة تعيين الأجانب من هذه الشركة في مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، وهؤلاء اللي كانوا أبناء الخطوط الكويتية أساساً، واليوم ليس فقط يعني رواتبهم ومعاشاتهم معرضة للتهديد، إنما حتى إجازة قيادة الطائرات اللايسن مالهم معرض للتهديد إذا ما استمروا في مزاولة المهنة. نتمنى يعني أن بالفعل تكون هناك نظرة جادة ونظرة مسؤولة لمعالجة هذا الوضع لدى إخواننا الطيارين. شكرا لأخ الرئيس. شكرا دكتور. دكتورة سلوى تفضلي. بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا للأخ الرئيس، شكر موصول للجنة الميزانيات على إعداد هذا التقرير. طبعا بداية راح أبدأ في نقطة ما حصل في
التصويت على كادر المعلمين، يمكن جاء ليؤكد كثير من الملاحظات، لكن في نفس الوقت يمكن التصويتات التي حصلت أو مرت في هذه القاعة أيضا تسجل نقطة يعني اختلافات في الرأي والقناعات. وننطلق من هذه الجزئية في توصية مهمة جاءت في تقرير لجنة الميزانيات، وبالتحديد تؤكد على قضية الحكومة يجب أن تقف وقفة جادة في إعادة النظر في موضوع الرواتب والكوادر. وأنا سبق وقلت وأرد أكررها أيضا، هذه مسنودة في تقارير البنك الدولي التي قدمت لحكومة دولة الكويت في 99 و2004 و2006، يجب الرجوع لها، لأن الاستمرار في عدم وجود سياسة واضحة لموضوع الكوادر والمرتبات مرهون بالمهن والتواصيف والهياكل التنظيمية واتساع الوظائف الحكومية. أعتقد إحنا بالفعل بدأنا نعيش هذه الكارثة الكبيرة والخطرة في الوقت اللي إحنا في السنوات القادمة 25 سنة القادمة يمكن ما نستطيع أن نؤمن حتى المرتبات الأساسية. وبالتالي هذه أنا أقولها مسؤولية مشتركة ما بين المجلس وما بين الحكومة. يمكن إحنا وصلنا إلى هذه الأمور أو إلى هذه الأوضاع، المجلس كسلطة تشريعية يعني لعب دور كبير في الدفع بكوادر، وتخلفت كوادر في غاية الأهمية مثل كادر المعلمين اللي جاء متأخر رغم استحقاقهم بأثر رجعي. اليوم إحنا نوقف شوية على أرقام مهمة ولجنة الميزانية تفضلت وشرحتها، وهذه الأرقام لازم يعني إحنا أيضا يعني نعيد النظر فيها ونوقف وقفة جادة. إذا إحنا بنظل نتكلم على إقرار ميزانيات الدولة وميزانيات المؤسسة بنفس الطريقة التقليدية اللي قاعد نعملها الآن، إحنا ما سوينا شيء، ونلوم الحكومة، لكن أيضا إحنا نلوم نفسنا كمجلس أمة كسلطة تشريعية. لازم نفكر في آلية جديدة. الآن لما تقرير لجنة ميزانيات يقول إن قوة العمل الكويتية 16.6 مقابل قوة العمل غير الكويتية 83.4، الآن الإحصائية الأخيرة 2/2011 تقول عدد الكويتيين من جملة السكان 31% مقابل غير الكويتي 69%. يعني الآن الهدر وميزانية المليارات الخطيرة قاعدة تروح في غير مكانها كبنية تحتية ومصاريف تشغيلية قاعدة تستقل من قبل غير كويتيين مقابل كويتيين. الآن سلم الرواتب قاعد يستفيدوا منه غير كويتيين مقابل كويتيين. نعم رواتب الكويتيين تختلف كبير عن الغير كويتيين، لكن أيضا هذا يحتاج إلى وقفة كبيرة. الآن لما نيجي على الميزانية لكل باب ونيجي حق الباب الثالث لما يأخذ 50.2 والباب الرابع 16.1 والمصروفات 6.9، يعني إحنا أيضا أمام مشكلة كبيرة ومشكلة خطيرة في قضية الدولة، مؤسسات الدولة شلون توصف ميزانية مشروعاتها، وهذه بحد ذاتها أنا أقولها مشكلة كبيرة وخطيرة. لازم الجهاز الحكومي وزير المالية إذا ينتبه وياي، يعني هذه قضية التقدير الميزانيات للمشاريع وبالتالي وضع المواصفات الفنية لكراسات المناقصات هذه تحتاج إلى وقفة، هذه فيها هدر. الآن تقارير ديوان المحاسبة قاعد تقول لكم أن هناك مجموعة كبيرة من الوزارات تطرح الكراسة وتقدمون العطاءات، يروحون الجهات الحكومية تقول لا بنضيف تعديل على المادة. طبعا هناك في قضية تنفيع واضح، في قضية تنفيع واضح يبترض أن هذه القضايا يجب الانتهاء منها وتحديد مواصفات الكراسات الفنية بما يسمح في ترشيد ما يسمى بسياسة ترشيد توصيف المالي والفني للمشروعات الحكومية. يعني هناك أجهزة فيها مبالغة كبيرة وخطيرة في التقدير المالي لها، يعني لو الآن تروح حق الجهاز عند المانيفاكتشر الأم تلقى سعره ربع سعره اللي مقدر من قبل الجهاز الحكومي. فأنا أتمنى هذه لجنة الميزانيات اللجنة المالية تعيد النظر فيها. وأنا بعطيكم مثال حي في وزارة التربية، أتمنى وزير التربية يكون موجود ويانا. ميزانيات مشروع التعليم الإلكتروني مرصود ل 160 مليون دينار على 3 سنوات. شوفوا شلون وين الخلل حق طبعا المرحلة المتوسطة وابتدائي ثانوي. هذا المشروع اللي هو 160 مليون اللي هو اللي يسمونه مشاريع التعليم الإلكتروني، الناس تبدأ من الأساس وتصعد فوق، وزارة التربية لا تبدأ من فوق تنزل تحت. وإحنا قلناها في لجنة التعليمية لو كنت أنا رئيسة وكلام موجود في المضبطة، قلنا شلون توزعون وتطرحون ميزانية 25 مليون عشان توزعون لابتوبات حق الطلبة وأنتوا ما عملتوا البنية التحتية للتعليم الإلكتروني؟ حق شنو اللابتوبات؟ هدر في المال العام؟
التعليم الإلكتروني شنو يحتاج؟ يحتاج واحد بنية تحتية اللي هو مركز المعلومات، يحطون الـ ما يسمى بسيرفرات والشبكة وما إلى ذلك. اثنين، يحتاج إلى ما يسمى بمشروع البوابة الإلكترونية. مشروع البوابة الإلكترونية هو مو تحويل المناهج المدرسية الكتب إلى فلاش ميموري. تدرون شنو معناته هذه؟ لما ولي أمر عنده 7 طلبة في فصول مختلفة، وكل طالب عنده فلاش ميموري حق الكتب المدرسية عشان شغله، يعني ولي الأمر يبي 7 لابتوبات يحطهم بالبيت، من وين ليجيبهم؟ يعني القرار منين ونيه؟ الآن تعال شوف تكلفة الفلاش ميموري. واخذ لما يصير تعديل حق الكتب المدرسية، اللي لازم أرسي كل سنة ميزانية تقدر 1.25 مليون عشان أسوي فلاش ميموري وأحمل عليها الكتب المدرسية. وبالتالي طبعاً مشروع التعليم الإلكتروني أنا أتمنى من وزير التربية أنه الآن يتخذ قرار في توقيفه، يشكل لجنة فنية خارجية من خارج وزارة التربية في إعادة النظر في هذا المشروع، حتى على الأقل نحمي موضوع الهدر المال العام. طبعاً أخذ إلى ذلك ما يتعلق في مشروع السبورات الذكية اللي تصل تكلفتها إلى 7 ملايين. الآن تم ترسيتها، راح تقعد السبورة تنتلس غبار وتنترس وتنتلف، وبالتالي لم ندخل إلى مستوى المرحلة اللي تؤهل وتدرب المعلمين كيف يستخدمون أدوات التعليم الإلكتروني. يعني 160 مليون دينار وين تبي تروح؟ أنا قبل لا أختم راح أوقف شوية على وزارة الشؤون. وزير الشؤون مو موجود، وإحنا اليوم نتكلم على ميزانيات وزارات الدولة. وزارة الشؤون تحتاج إلى وقفة جادة من وزير الشؤون، وأتمنى يكون كائن في القاعة، فيما يتعلق في دور الرعاية، الحضانة العائلية، دار الأيتام، دار الفتيات. الهدر المالي اللي موجود شيء غير معقول، غير السياسات المتبعة وغير الملاحظات اللي أوردت. وكنا إحنا أيام ما تذكر الدكتورة رولا، ما كنت أنا في عضو في لجنة صحية، طلبنا في زيارات مفاجئة لهذه الأماكن حتى يرى أو نرى برم أعيننا حجم التجاوزات وأنا برجع لكم أرقام، ما أدري إذا جت ميزانية طافت عليها ولا لا. في عندهم وزارة الشؤون عندهم بيوت اسمها بيوت الضيافة والعاملين، تخيلوا ها؟ تملك وزارة الشؤون 6 بيوت، واحد في حولي، عدد النزلاء المستفيدين من هالبيت 14 نزيل، 66 عامل اشتغل على 14 نزيل، اللي داوم منهم عدد محدود جدا. بيت حولي 14 نزيل يشرف عليهم 25، البيت الرميثية 15 نزيل يشرف عليهم 62 عامل، الرميثية البيت الرميثية رقم 2 14 نزيل 68، السالمية 15 نزيل 32، سلوى 21 نزيل 79. شوفوا شلون الهدر اللي قاعد يصير في قضية التعيينات والتنقلات. تدرون ليش؟ لأنه ماكو كرت، ماكو شيء عين، وللأسف يروح يكمل دراسته على رأس عمله ويجيب له الشهادات التجارية وينافس أصحاب الكفاءات، وهذه أمام أعين الحكومة بشكل صريح للأسف. ولما نقول حق دور الرعاية ودور الفتيات والأيتام، أنا أتمنى من وزير الشؤون إذا كان يسمعني يرجع حق التقارير اللجنة الفنية لما شكلت للوقوف على حجم التدعي الإهمال اللي قاعد يصير في هذه الدور، وموجود في الجرائد، في جريدة القبس والجريدة في أعداد مختلفة. شوفوا الملاحظات اللي أوردت على هذه الدور، وأنا أتمنى أنهم انتبهوا لهذه الميزانيات التقديرية في وزارة الشؤون. هذا يحتاج بالفعل إلى وقفة جادة. إحنا اليوم نتكلم على ميزانية الدولة، ما نتكلم على قضية أرقام كثر ما نتكلم على هذه الأموال لما تضع في بند المشاريع كيف توضع كجانب فني، من يقدرها؟ لجنة المناقصات المركزية تحتاج يا بوفيصل منك وقفة جادة. لجنة المناقصات المركزية، وما أدراك ما لجنة المناقصات المركزية، يطرحون كراسة المواصفات، يتقدمون العطاءات، تكشف العطاءات، يعرفون الأسعار، يقول لك لا أسحب العطاء بنضيف بند. تضيف بند عقب ما أنت عرفت كم المتقدم ومن المتقدم وله أسعار، يعني حالة تنفيع واضحة برمتها، وهذه بالفعل هدر مال عام. آخر نقطة، يمكن نقطة اللي أثارها العضو حسين الحريتي في فرق العمل واللجان. بوفيصل، هناك لجان وفرق عمل للأسف في عدد متكرر من وزارات يعملون فيها أكثر من 10 أشخاص في فريق، يتخلى في الشهر أكثر من 18,000. شكرا دكتورة. تفضلي دكتورة رولا دشتي. شكرا أخ الرئيس. أخ الرئيس،
نحن اليوم على مفترق طرق، هل نريد للكويت الدوام أم نريد للكويت الزوال؟ الكلام نحب الكويت نخلص للكويت ونعمل العكس لا يجوز، يجب أن نقف ونقول موقفنا. أخي الرئيس، ما يحصل اليوم من فساد ومزايدات سياسية ومطالبات مالية غير مدروسة والزيادات الغير عادلة للكوادر والمعاشات واستمرار هذا النهج رح يودي إلى انهيار الاقتصاد، وما حدا يزايد بهالكلام. الموضوع مو موضوع اليوم، اليوم لازم يكون في وقفة جادة لمصلحة هالبلد. الموضوع اليوم مو موضوع أصوات انتخابية، لا خير فينا إذا منتطلع على أصواتنا الانتخابية وندمر الكويت، لا خير فينا إن نهدم الكويت في هالموضوع. نتكلم على انهيار الاقتصاد، خليني أعطيكم مثل. سنة 78 قبل حوالي 35 عام في بلد اسمها زيمبابوي كان دولارها، الدولار الأمريكي أخي الرئيس كان يساوي 3 دولارات مال زيمبابوي، كان وقتها اسمها روديسيا البلد. اليوم زيمبابوي الدولار الأمريكي بيساوي 100 تريليون دولار زيمبابوي. تدرون ما عم نتكلم عليه لما نقول انهيار الاقتصاد؟ لمتى؟ لمتى المزايدات؟ تبون العملة الكويتية تصير هالشكل؟ تبون الأسعار تتزايد خيالية؟ تبون عيالنا ما يعيشوا عيشة كريمة؟ وين رايحين؟ شنو هالمزايدات اللي عم نعمل فيها؟ مشان أصوات انتخابية؟ ندمر ديرتنا مشان أصوات انتخابية؟ لمتى؟ لمتى؟ بس نتكلم محبة الكويت؟ أخي الرئيس، ميزانية الدولة نتكلم عليها اليوم حوالي 20 مليار. تدرون شو نتكلم عليه يا جماعة الخير؟ تدرون هالزيادات والأصوات الانتخابية شو سوت بالديرة؟ قبل 10 سنين كانت ميزانيتنا لا تتعدى 4 مليار. خلال 10 سنين زادت 5 أضعاف، صرنا عم نتكلم على 20 مليار. حق شنو هاد؟ مشان فساد وزيادات مالية وانتخابات وأصوات انتخابية؟ وين رايحين بالديرة؟ وين رايحين بالديرة؟ لمتى؟ هذا الشعب الكويتي طلب منا هالشكل لو النبي. تدرون نتكلم على معاشات؟ معاشاتنا قبل 10 سنين ما تتعدى 2 مليار دينار. اليوم نتكلم 8 مليارات و500 مليون. هذا غير الكوادر اللي كانوا عم يصوتوا عليها الزملاء قبل شوي. وين رايحين؟ أكثر من 4.5 مرات زادت رواتبنا. خلي يقولوا للمواطنين الكويتيين الحين مستانسين، ولا واحد منهم مستانس، لأنه الموضوع مو موضوع رواتب، الموضوع أبدا مو موضوع رواتب وزيادات. المواطن الكويتي يريد صحة زينة، تعليم زين حق عياله، شوارع زينة، إسكان، يبي بنية تحتية، مو يبي زيادات. يا إخوان، مرينا بنهج زيادات الرواتب، ما وصلنا لشيء غير دمر ديرتنا ودمر اقتصادنا. مو آن الأوان نوقف لحظة بس ونقول هذا النهج خاطئ، هذا النهج ما بيجيب شيء، هذا النهج الخطير اللي على البلد؟ متى نوقف هالوقفة مشان الكويت؟ أخي الرئيس، الزيادات اللي صارت بالكوادر استفاد منها لا يزيد عن 25% من العاملين بالقطاع الحكومي. هالمليارات مشان 25% لا يتعدوا 75,000 شخص. قطاع الحكومي فيه 350,000 موظف. هالمليارات راحت بس ل 75,000 شخص. هل يجوز؟ وال 75% من العاملين مين اللي بيحميهم؟ مين بيحميهم؟ وين العدالة؟ آن الأوان للخدمة المدنية توقف وقفة جادة. آن الأوان لإعادة النظر بكل هالمواضيع، ويكون عندنا الجرأة لنوقف هالاستنزاف. اليوم الرواتب تزيد والإنتاجية تنزل. ماكو ديرة بالعالم، ماكو ديرة بالعالم رواتب ميزانية الدولة زادت 4.5 مرات خلال 10 سنين. وين رايحين؟ أخي الرئيس،
نتكلم عن المتقاعدين؟ أنا بس أخلي بأهل الكويت اليوم إذا استمرينا على هالنهج واستمرينا على هالإنفاق، تدرون عيالكم اللي عم تتعبوا ليل ونهار مشانهم ليعيشوا عيشة كريمة لن يأخذوا تقاعد مثل ما أنتم حتتقاعدوا إذا فضل في فلوس. بعد 50 سنة أو 60 اللي عنده ولد الله رزقه اليوم بولد يعرف إنه التقاعد التأمينات الاجتماعية لا يمكن تعطيه نفس الميزات التقاعد اللي هو عم ياخدها. هذا عم نتكلم على عيالنا، لسه ما عم نتكلم على أحفادنا. وين رايحين؟ وين رايحين بالديرة بس؟ أخي الرئيس، هاي الميزانية ميزانية استهلاك وليست ميزانية استثمار. هاي ميزانية نستهلك البلد ونستنزف موارد هالبلد وليس نستثمر في هذا البلد. وما خير فينا إذا استمرينا على هالوضع. جت الخطة التنمية، إصلاح اقتصادي بالخطة التنمية وسياسات الإصلاحية. يأسفني إنه 90% من القيادات بالحكومة لم تقرأ الخطة، والجزء اللي قرأها لا يريد أن يطبقها. الخطة بناءها إصلاح اقتصادي والقطاع الخاص يقود الاقتصاد. تأتينا الحكومة بميزانية تقول فيها في انكماش بالاقتصاد المحلي العام القادم. بالله شلون؟ الخطة أساسها إنعاش الاقتصاد المحلي، إنعاش القطاع الخاص. تأتي بخطة لتكرس اليوم الركود اللي بالقطاع الخاص وتأكد عليه. وين رايحين؟ يعني إذا ما تفهموا الخطة مشكلة، وإذا تقرروا إنه تقفلوا القطاع الخاص مصيبة كبيرة. مو بس استنزاف البلد، مو استنزاف مواردها، لكن إفلاس القطاع الخاص كمان مصيبة. أخي الرئيس، اليوم نتكلم إنه نحن نمثل الأمة. ترى يا جماعة، الأمة مو 35% بس من الشعب الكويتي، 350,000 ناخب. نحن عم نتكلم على 1,200,000 كويتي. البقية وينهم 70%؟ عيالنا اللي ما لهم صوت مين يمثلهم؟ نحن مو جينا بس لنمثل اللي عنده أصوات انتخابية، جينا نمثل الأمة بأجمعها، جينا نمثل الصغير اللي ما عنده صوت، هذول جينا نمثلهم. إذا بعض الأخوان عينهم على الصوت الانتخابي، لا، نحن عيننا على كل الأمة وليس جزء من الأمة. يكفينا مزايدات سياسية، يكفينا عيننا على الانتخابات، يكفينا عيننا على صوت الانتخابي. البلد ما تتحمل. أخي الرئيس، نحن أقسمنا قسم من اليوم، أقسمنا على، نقسم بالله العلي العظيم أن نكون مخلصاً للوطن والأمير. أين إخلاص الكويت اليوم؟ أين بركم بقسمكم لإخلاص بالكويت؟ عينكم كلها على الأصوات الانتخابية؟ عينكم يا نواب الأمة اليوم؟ عينكم على الكويت؟ متى يكون عينكم على الكويت؟ متى تبروا بقسمكم مشان الكويت؟ نحن منقول آن الأوان عين للكويت وعين للأمة. أما أعيننا بس لأصوات الانتخابية وجزء من الأمة لا يمكن أن يستمر. كفانا كفانا كفانا. أخي الرئيس، أنا حأنهي كلمتي اليوم لأقول للشعب الكويتي، بعض منكم زعلان اليوم على التصويت، لكن أقولها وأقسم بالله العلي العظيم، لن أكون شريكة في إفلاس الكويت وزوال الكويت، ومن يريد أن يزايد بأصواته الانتخابية على مصلحة الكويت لن أكون شريكة معه. شكراً أخي الرئيس. شكراً دكتورة. تفضل أخ مرزوق القانم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. شكراً لأخ الرئيس. الأخ الرئيس، حقيقة يعني في مناقشة الميزانية تكاد تكون كل الملاحظات إن لم يكن أغلبها وأعظمها متكرر، ولكن قبل أن أدخل في بعض ملاحظاتي لا يفوتني أن أتقدم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان إلى الأخوة في اللجنة المالية على هذا المجهود الجبار في فترة زمنية قصيرة. سيد الرئيس،
مشكلة دولة الكويت واللي كررناها في أكثر من مرافعة أن احنا تحولنا إلى دولة تبيع نفط وتسدد رواتب، وهذا أمر ما يجوز. والآن في الميزانية الجديدة أيضا نفس الملاحظة قاعد تكرر ونفس الأمر تكرر. الأخوة الأفاضل في لجنة الميزانيات يقولون بأن اعتمادنا على الإيرادات النفطية، سيد الرئيس أرجونا تكون وياي، الأخ صالح لاحق عليه، بس أرجونا أن أنت تكاد تكون من القلاء اللي بالقاعة اللي بتابعون الحديث. الأخوة في لجنة الميزانيات في تقريرهم يقولون اعتمادنا على الإيرادات النفطية سيصل إلى 91.5%، وأنا أقول للأخوة والأخوات النواب بأن هذه النسبة أقل من النسبة الحقيقية، لأن هذا على تقدير بأن سعر البرميل $60، بينما الواقع نعرف أنه بيكون أكثر، وبالتالي ارتفاع هذه النسبة سيصل إلى 94% أو 95%، وهنا الكارثة. في نفس الوقت سيد الرئيس، إذا رحنا إلى الصفحة رقم 8 وفيها أرقام جدا خطيرة، صفحة رقم 8 توضح بأن الرواتب وما يعادلها سيصل في العام القادم إلى 7.9 مليار دينار، هذا غير الجهات اللي تدفع الرواتب من ميزانيتها مثل مؤسسة البترول والبنك المركزي والصندوق الكويتي وبنك التسليف وإلى آخره، والتي تبلغ ما يقارب 1.4 مليار. يعني إحنا قاعد نتكلم عن ما يزيد عن 9.5 مليار تقريبا راح تكون رواتب وبدلات، وهذا أمر يعني جدا خطير. وسبب الرئيسي وراء هذا الأمر بأن الحكومة، وأنت تذكر في مجلس 2006 كنا نطالب الحكومة بأن تقدم مشروع بقانون ينظم الكوادر وزيادات الرواتب في مختلف قطاعات الدولة، ووعدت الحكومة بأن تقدم هذا الأمر في فبراير 2007، وإلى اليوم لم يقدم أي أمر بهذا الاتجاه. والآن لما نيجي وهنا يعني يمكن الأخت الدكتورة رولا دشتي قالت بعض الكلام، لكن أنا ودي أيضا أرد عليها. السؤال اللي يطرح نفسه، لماذا لم تتقدم الحكومة بمشروع قانون ينظم هذه الزيادات وينظم هذه الرواتب وينظم الكوادر بين كل قطاعات المجتمع؟ الآن يجونا ناس في بعض الكوادر حتى تحديد القيمة لا نستطيع أن نحددها، هم يحددونه. لما نيجي نوقف عند المعلم، والمعلم هو ركيزة التنمية، ونحن لا نزايد على الأخوات والأخوة اللي ما صوتوا، لكن أيضا نبين وجهة نظرنا، هو ركيزة التنمية في ظل عدم وجود قانون للتنمية وفي ظل إقرار ميزانية قبل إقرار قانون التنمية، مع أن هذا الأمر تكرر في كل السنوات الماضية. أنا أعتقد يعني إذا كان الكادر رقم واحد اللي يفترض أن يتم التصويت عليه فهو سيكون كادر المعلمين. لأخي الرئيس، أنا بقول لك التالي، إصلاح الاختلال في هذه الميزانية وفق ما جاء في رؤية الحكومة وفق ما جاء في خطة التنمية هو إيش؟ نقل القوة العاملة من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص. خلينا نشوف شو اللي صار حتى نقلل العبء على الجانب الحكومي. عدد الموظفين في القطاع الخاص انخفض من 78,000 قبل الخطة التنموية الأولى إلى ما يقل عن 58,000، يعني انخفاض بمقدار يزيد عن 30%. هل هذا هو حل المشكلة؟ هل هذا تطبيق لرؤية الحكومة؟ الأخ الرئيس، شلون حنا نقول يعني بنعدل ميزانيتنا؟ إذا أرجع إلى الأرقام اللي تفضلوا فيها الأخوان، بترك الإيرادات النفطية أروح إلى الإيرادات الغير نفطية، ما زادت أقل من 100 مليون زيادة، هذه لا يمكن أن تحصل. شلون بتزيد الدخل الحكومي؟ بتزيد الدخل، أحد وسائل زيادة الدخل الحكومي هي عن طريق تأسيس الشركات المساهمة التي يجب أن تدر مداخيل أخرى للمواطنين وللحكومة. 6 شركات موجودة في الخطة السنوية التنموية الأولى، كم من هذه الشركات تأسس؟ 0. في الخطة السنوية أيضا اللي يفترض أن تعالج اختلالات اللي موجودة في الميزانية، 23 مشروع يجب أن يتم طرحهم من خلال قانون البي أو تي. كم مشروع تم طرحه من خلال قانون البي أو تي؟ 0. قانون الخصخصة اللي كان فيه جدل كبير بيننا وبين بعض زملائنا الأفاضل النواب في إقراره وفي جلسة صاخبة أنت تذكرها الأخ الرئيس، تم إقرار قانون الخصخصة اللي هو في 26/5/2010. كم مشروع تم من خلال قانون الخصخصة؟ كم؟ أيضا 0. قانون إنشاء شركات لمحطات الكهرباء وتحلية المياه، أيضا هذا تم في ثاني يوم بعد إقرارنا قانون الخصخصة.
حتى نستطيع أن نخصص على الأقل أو ننشئ على الأقل خلال العام الأول على الأقل شركتين ثلاث. كم شركة تأسست وفقا لهذا القانون؟ أيضا العدد صفر. إذن أكبر رقم متكرر في أداء الحكومة للسنة المالية الماضية هو الرقم للأسف صفر. المشاريع التنموية الأخرى سيد الرئيس، مدينة الحرير، المسؤولين الحكوميين كانوا يصرحون العام الماضي ويعتقدون أن ذاكرة الشعب الكويتي قصيرة. قانون مدينة الحرير اللي بيوفر 400,000 فرصة، واللي بيحل مشكلة الإسكان، واللي بيسوي، واللي بينقل الكويت نقلة نوعية، إيش كانوا يقولون؟ خلال هذه السنة بالكثير في ديسمبر، وهذه التصريحات موثقة وموجودة، خليك من التوثيق، موجودة في قانون رقم 38 لعام 2010. طيب هل تم طرح القانون؟ هل تم مناقشته؟ هل تم تقديمه من الحكومة إلى مجلس الأمة؟ أيضا لم يتم هذا الأمر. أخي الرئيس، أنا أيضا هناك يعني بعض الأرقام المخيفة اللي ودي أضعها تحت نظر الحكومة. أيضا الأداء فيما تم إقراره، أنا بتكلم فقط عن المدن الإسكانية، الأخ أحمد يمكن أيضا في اللجنة ويعرف هذه الأمور. مدينة صباح الأحمد التكلفة الكلية للمشروع تفوق الـ 435 مليون المعتمد صرفه، احنا ما نحاسب عن 4 سنين، احنا نحاسب عما جاء في خطة السنة الحالية. المعتمد صرفه 94 مليون، ما تم صرفه حتى الربع الثالث ونسبة الإنجاز حتى الربع الثالث 14.5%. مدينة سعد العبدالله المعتمد صرفه في خلال هذا العام 31 مليون، ما تم صرفه حتى الربع الثالث 7 مليون، نسبة الإنجاز 23%. مدينة جابر الأحمد، وهذه كلها مدن تحمل أسماء أشخاص عزيزين على كل أهل الكويت، نسبة الإنجاز فقط 20%. وين رايحين؟ وين ماشي؟ أنا ودي لما يينا يعني هذه الأمور كلها ما يجمعها الميزانية، ما يجمع كل ما في الميزانية، لأن الميزانية شاملة جامعة، فهي والخطة التنموية ما يجمع كل الأمور. بعض الأخوان قالوا ولا استجواب غير مستحق ولا استجواب شخصان الاستجواب اللي إذا ما نستجوب على خطة التنمية على شنو نستجوب؟ إذا ما نستجوب على أرقام موثقة جاءت ببعض التقارير اللي حصلنا عليها، واللي حتى اليوم سيد الرئيس حتى اليوم حتى جلستنا الحالية لم تقم الحكومة بتسليمنا التقرير السنوي المنصوص عليه صراحة في القانون رقم 9 لعام 2010 وفي القانون رقم 38 لعام 2010. هذا تقرير حتى نحاسب الآن، ما تكلم عن الإنجاز، نتكلم عن تمكين دور النائب بالمحاسبة. أنا بقول لك بس أحد المؤشرات المخيفة فعلا، لأن هذا المؤشر يتعلق بالمتقاعدين وأصحاب الدخول الضعيفة، واللي يمكن البعض يعتقد أن ما لهم تمثيل بالمجلس. لا، احنا نقول كلنا نمثل، نحن وفق المادة 108 من الدستور نمثل كل الأمة. أنا بقول لك شنو هذا المؤشر؟ المؤشر هو تطور الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، يعني قيس درجة ارتفاع السلع على المستهلكين، ومقارنة ما بين سنة 2009 و2010 قبل خطة التنمية وبعد خطة التنمية. المؤشر في خطة التنمية تضاعف 3 مرات عن ما قبل خطة التنمية، يعني اللي كان يزيد دينار في العام الماضي زاد 3 دنانير. بالنسبة الرقم القياسي لأسعار المستهلكين فيما يختص في مجموعة الطعام والشراب ارتفع أيضا إلى أكثر من الضعف، وبالتالي ما لم يكن هناك عمل منظم يوازي هذا الأمر راح نقع بالتخبطات اللي احنا موجودين فيها الحين. احنا ما ننكر في تخبطات، أثر الكوادر والبدلات السنوي على السنة الأخيرة 3,734,000,000 ارتفع من 1.5 مليار العام اللي قبلها، بينما في السنوات السابقة من 2005-2006 حتى ما قبل سنتين لم يتجاوز 300-400 مليون. لكن ليش هذا التخبط؟ نعم المجلس قد يكون مشارك، لكن ليس فقط غلطة المجلس، لأن ما في خريطة من قبل الحكومة. كل الشعارات اللي جاءت في خطة التنمية ما تم تطبيقها هو العكس تماما، وهذا ما يفترض مراجعة الأخ الرئيس. شكرا مرزوق. تفضل أخ سلم البراك. لحظة أبو حمود. شكرا سيد الرئيس. حقيقة أنا يعني
لابد حقيقة لي من مداخلة وإن حسدنا العذال للرد على الأخ مرزوق الغانم، لأنه الكلام اللي قيل حقيقة كلام قيم جدا، حتى كاميرا مربو حمود، حتى لا يلقي البعض التهم على زملائه النواب بأن من ساهم بالتصويت على كادر المعلمين وغيره هو مساهم بتبديد ثروات البلد، هذا الكلام غير صحيح على الإطلاق. أخ مرزوق أنا أتفق معك تماما، الموضوع موضوع غياب فلسفة واضحة للحكومة بالتعامل مع الكوادر، غياب حتى ترتيب أولويات هذه الكوادر، غياب المسطرة العادلة اللي تتعامل من خلالها الحكومة مع الكوادر. لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقبل بأن يلقي البعض العبء على النواب وعلى مجلس الأمة ويلقي التهم جزافا بهذا الشكل. الأمر الآخر، نعم تباطؤ الحكومة بتنفيذ ما جاء في خطة التنمية، 6 شركات لم تنشأ شركة واحدة، ويشتكون من تضخم الباب الأول من الميزانية باب الرواتب. هذا الكلام غير مقبول، لأن الفلسفة من إنشاء الشركات مو بس فقط حمل العبء الإداري عن الحكومة، لا أيضا استقطاب العمالة الوطنية. إذا الحكومة عجزت عن تأسيس هذه الشركات، أين ستذهب العمالة الوطنية؟ ما الذي سيحدث بالباب الأول المدخم أصلا؟ لذلك عجز الحكومة سيد الرئيس لا يجب أن يحمل مجلس الأمة تبعاته وأعباءه. شكرا سيد الرئيس. رجاء اختصر مرزوق 2 دقيقة. شكرا سيد الرئيس، والشكر موصول للأخ الفاضل صالح الملة، وأنا معاك خنكيد العذال أكثر، لأني أتفق مع كل الكلام اللي تفضلت وذكرته وهو يعكس رؤية مشتركة. لا لا لا، السيد الرئيس مثل ما تفضلوا كثير من الأخوة الفاضل يعني في السابق، ما لنا حل إلا بنقل هذه القوة العاملة إلى القطاع الخاص، وما نقوم به من إجراءات هو قتل، قتل ووئد لأي شيء اسمه قطاع خاص. وأنا الأخت الفاضلة وزير التجارة أرجو أن تكون معي، أنا ودي أسألها، تقدمت لها بأسئلة برلمانية، وأعتقد هي يعني شخص تعاملنا معه في اللجنة المالية ونثق في قدراتها وفي في رأيها. اللي قاعد يحصل في هيئة أسواق المال اللي يفترض أيضا أن يكون داعم أساسي للقطاع الخاص، مهزلة مهزلة ما بعدها مهزلة. شلون يعني شلون تبون الناس تثق في قوانين تشرع ويقومون، ومادة 157 اللي تشرفت أنا ومجموعة من الزملاء بتقديمها وهي الحفاظ على العمالة الكويتية الوطنية في هذه الجهة في البورصة، وتدس صراحة على وجوب تسكينهم في مناصبهم في هيئة أسواق المال العام. شلون يقومون بتوظيف أكثر من 40 أو 50 واحد الآن من الخارج ولا يطبقون المادة 157 من القانون اللي تنص على أن ذيلا كلهم ينتقلون، وهم كلهم 146 يمكن منهم 30 بتقاعدون، الباجي منتو قادرين تنقلونهم؟ أصول تفوق 200-250 مليون قام على 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 تنميتها هؤلاء الكويتيين، والآن تبي تقطونهم بالشارع؟ هذا أمر ما يجوز. بعدين لخت وزير التجارة، أنا يعني أنت 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 فاهمة شنو المهزلة اللي قاعد تصير؟ مراقبي الحسابات لازم يكون نصهم شروط تعسفية، عدد السي بي اي ونسبة الكويتيين غير قابلة للتطبيق، وأنا تكلمت معاش وأنت قلت إنه غير قابلة للتطبيق. يأخذون رسوم 100,000 حق الفصاح، وإحنا نقولنا بالناس تتجه اتجاه الشفافية باتجاه الفصاح، كل المسارات وكل الخطوات اللي قاعد تتخذ ضد القطاع. شكرا، تفضل أخ مسلم البراك. شكرا الأخ الرئيس. الأخ الرئيس أنا بس أبي يعني أوضح قضية، أولا ما يتعلق بأعضاء مجالس إدارات البنوك، إحنا لما نتكلم الآن عن قضية القروض وغيرها وإسقاط الفوائد على سبيل المثال، أنا بس أبي أوضحكم، وهذه تقارير من البنك المركزي عشان تعرفون شنو حجم الفساد اللي تعيشه البلد وتعيشه هذه الحكومة برئاسة ناصر المحمد، واللي احنا بمواقفنا احيانا كنواب قاعدين ندعم هذه الحكومة ونطول من عمرها. احد اعضاء مجالس ادارات البنوك بدون ضمانات ياخذ 50 مليون دينار، حجم القروض لاعضاء مجالس ادارات البنوك بدون ضمانات 620 مليون، يتداولونها بينهم بحكم العلاقة وبحكم المعرفة. 194 ألف متر مربع بأحسن مواقع الكويت في الضبيعية،
أرض الواجهة البحرية 480 متر تباع بين شركتين ب 23 مليون، والدولة صاحبة الملك تأخذ 100 دينار رسوم تحويل. أسألكم بالله، هل في دولة، هل في حكومة تحترم نفسها وتحترم شعبها تقبل بمثل هذا الأمر مبايعات بأراضي دولة في أحسن مواقع الكويت؟ والكويتيين قاعدين يتزاحمون الآن في منتزه الخيران، بدل ما أجي أطبق القانون وأقول لا أحولها إلى شركة مساهمة، وبدال المنتجع والمنتزه أعمل منتجعين، وخلي أهالي الكويت اللي إذا كنتم حريصين على السياحة الداخلية بفترات الذروة يصل السعر الليلة ب 400 دينار، معناه يمثل تقريبا لا يقل عن 50% بيوم واحد بيومين 50% من راتب الكويتي الأسرة الكويتية، وهم يخلونها يتبايعون متنفذين في أحسن مواقع الكويت 194 ألف متر واجهة بحرية 480. مناطق في الكويت قاعدة تعاني من نقص الخدمات بشكل غير طبيعي. صباح الناصر الآن مدارس ما فيها، هجرة صباحية تطلع، الأراضي موجودة لكن الحكومة بحجة عدم وجود الأموال والميزانية، أراضي موجودة من سنوات ومن أقدم مناطق الكويت والله ما حركت ساكن في هذه الحكومة. مستوصفات ما فيه للأسف الشديد، هذه في منطقة جليب الشيوخ الآن في قطعة 4 مستوصف ما عندهم، 600 بيت ما عندهم مستوصف، يتوزعون أو يروحون إلى القطاع الخاص وهم أصحاب الدخل محدود. سرقات وبوقات في البلد، وبلد ما يحاسب فيها أحد، وهذه الحكومة ترى ما حماها ولا طول بعمرها إلا اللي قاعد تتباكى مساع، لأنها انحرجت، لأنها شعرت أنها بأزمة وقاعدة تدافع عن نفسها، قاعدة الآن تعتبر من وافق على الكوادر وكادر المعلمين بأنه فلس البلد. لا سلامتك، اللي فلس البلد هو من حكم الحكومة 131 مليون دينار، لأن رئيس الوزراء يريد أن يعزز تحالفاته، والأخت تقول أنا ماني مستعدة، أنا غير مستعدة أن يفلس الكويت، لا مستعدة ونص، لأن مثلك وغيرك هم اللي حموا رئيس الوزراء. لما جت الاستجوابات المستحقة لمحاسبة رئيس الوزراء تقفين لتدافعين عن البوق وعن الحرمنة، عن سرقات البلد، عن سراق المال العام اللي الآن تحالفات بينهم بين رئيس الحكومة ب 131 مليون دينار من الأموال العامة. ما سمعنا الصوت، ما سمعنا صوتك، وين ما سمعنا ان هذا ال 131 مليون تفلس الكويت. الله أكبر، كادر المعلمين يفلس الكويت، وطيارتين لسراق المال العام 131 مليون دينار يا صالح، ما تفلس الكويت؟ من اللي وصلنا لهذه المرحلة؟ وصلنا لهذه المرحلة رئيس الوزراء، ما حصلت في تاريخ العالم رؤساء وزارات أنقذوا بلدانهم ورفعوهم إلى فوق، أردوغان ومهاتير رفعوا البلد فوق، أنقذوا بلدانهم، ويجي يقولوا للكوادر ما عندي استعداد أفلس الكويت. ما عندكم استعداد تفلسين الكويت؟ لا، فلست الكويت لما وقفت واستخدمت إرادتك اللي عطتك إياها الأمة بإنقاذ رئيس الوزراء والدفاع عنه بالحق وبالباطل، وبالباطل أكثر من الحق. لذلك الأخ الرئيس، حنا فعلاً فعلاً بأزمة حقيقية. ترى مثل ما قال أحد الإخوان، ترى إذا أخطأ الطبيب ممكن تدهور صحة المريض، وإذا أخطأ المهندس ممكن يتعرض البيت ويصير آيل للسقوط، لكن إذا أخطأ المعلم جيل كامل يسقط. وبالتالي حنا نرغب بأن نجعل التعليم محطة جاذبة وموقع جاذب من خلال تدعيم الموظفين، تعبهم جهدهم. هذه موظفة في نهاية الأمر ما تملك يا عبد الرحمن، مدرسة تملك راتبها، تخلي جهدها وتعبها، هذه ما هي متنفذة ممكن تحصل 3 ملايين دينار هنا وهناك، ما يصير هذا الكلام. هذه لو كانت تحصل ما سعت أصلاً، اللي يقول هذا الكلام ما يسعى
إلى أن يطوع إدارات الدولة اللي يقول أنا ماني مفلس الكويت، عليه أن يكون ملتزم التزام كامل بهذه القضايا. تبي تدافع عن نفسك كشخص، كنائب، كناشط، أمر خاص فيك، بس لا يكون على حساب أني أحاول أطلع بتبريرات واهية غير حقيقية. ترى المحك، أنا لما سمعت مساع الكلام قاعد أقول والله العظيم بالفعل هذا تشخيص حقيقي لحكومة ناصر المحمد، تشخيص حقيقي، لكن في نهاية الأمر طالع ولا تصوت مع ناصر محمد، طالع ولا تصوت مع أي وزير من الوزراء، ما بيفلس الكويت، ما هم هم اللي قاعدين يفلسون الكويت. وبالتالي إذا كان هذاك اليوم في الاستجواب الأول 13 صوت تغير إلى 22، في الاستجواب الأخير 24 نائب ما منحوا الثقة لرئيس الوزراء، إحنا شو اللي حصل في مشرف؟ وينهم عن مشرف؟ ما سمعنا طلع رئيس الوزراء وقال أنا شكل لجنة تحقيق وسأحاسب من أخطأ في قضية مشرف، تدمرت لوث البحر، دمرت الثروة السمكية. شنو سوى فيهم؟ اخصموا على اثنين. شنو سوى في أم الهيمان؟ هذه المنطقة الآن اللي يستنشقون هواء مسرطن. يا عبد الرحمن في استجوابك أنتم يسعدون، شنو عملوا؟ شنو سوى في البحيرات النفطية؟ الناس الآن تستنشق هواء فاسد ومسرطن. تعرف ليش؟ لأن في 2009 اللي فاز في المناقصة وين راح؟ اسمه ناصر المحمد، قال يا طويل العمر أنا ابتلشت انقذني. قال شلون؟ قال فلان خذ المناقصة وأنا الثاني أو الثالث. قال بسيطة، نشيل المناقصة. ولقيت المناقصة، ما حطوا اعتبار بالثلاثة مليار اللي عطتناها المنظمة الدولية، ما حطوا اعتبار لها، ولو حطوا اعتبار أن هناك من 20 سنة في بحيرات نفطية قاعدة تبث هواء مسرطن ويستنشقها الكويت. والآن يجي قالوا لي والله حنا ما عندي استعداد أفلس الكويت. شلون ما عندكم استعداد تفلسوا الكويت؟ يعني حنا نفلس الكويت الآن بالحرص على المعلمين والمعلمات والطلبة، يقعد 4 سنوات عشان تحمي كرامته، أو المعلمة والمعلم يأخذون كادر عشان بالفعل يحمون كراماتهم وجهدهم اللي قاعدين يبذلونه من بداية اليوم من الفترة الصباحية، وخصوصا المعلمة اللي تفضل. أخ المقرر خب يرد عليك، تفضل بيرد عليك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الأخ الرئيس. الحقيقة يعني أنا مع احترامي وتقديري لما طرح الأخ سلم البراك، ولكن إذا كان يقصد الأخت الفاضلة دكتورة رولا دشتي بالتحديد، فدكتورة رولا لها دور فعال في لجنة الميزانيات وفي ترشيد الميزانية وفي تخفيض كثير من المصاريف داخل الميزانية حماية للمال العام، وكانت هي بدون مجاملة كانت تثير بعض القضايا، ومن ضمنها قضية 700 مليون بخصوص تعاقدات شل، وقضية شركة الكهرباء 500 ميجاوات اللي محاولة تجزئتها، وكثير من القضايا كان لها دور فعال في لجنة الميزانية، ويجب للإنصاف الكلام في هذا الموضوع. ثانيا قضية الربط بين عدم الموافقة على الكادر بالنسبة للمعلمين، هذه قضية قناعات، وأيضا ليست هي الوحيدة اللي فعلا لم توافق، وأكو بعض الأخوة الأعضاء أسروا إلينا بأن إحنا غير مقتنعين بتصويتنا، قالوا لنا أشكره، ولكن لضغوطات انتخابية وضغوطات شعبية لا نملك إلا أن نوافق. ففعلا يعني ما لازم الربط أخ مسلم بين إن والله عدم الموافقة والإفلاس. أنت تدري كم يكلف بغض النظر عن كادر المعلمين؟ وإحنا قلنا إحنا قاعد نقول زيادة ميزانية بمبالغ رهيبة، وإحنا قاعد نساهم فيها، إحنا قاعد نساهم في زيادة مصروفات الميزانية. وما أبرئ نفسي في قضية 50 دينار، في قضية زيادة المعلمين، في كثير من القضايا
اللي احنا قاعد نوافق عليها وهي تزيد المصروفات. فأرجو أن لا يكون هناك ربط يعني بين قضية والله إن موقف معين وثانيا حتى أخوي مسلم تروح وتي على رئيس الوزراء، تروح وتي على رئيس الوزراء، كأن اليوم المشاكل مو أنت قاعد تتكلم، أنت قاعد تتكلم في الميزانية، أنت قاعد تتطرق إلى هذه القضايا، أنت هذا موضوع ميزانية، بدل ما تقول لي قول حق نفسك أن أنت والله هذا المواضيع. ما صارت هذه، بالعكس أنا أقول الآن هذه التوجهات وهذه الاستجوابات وكثير من القضايا الشخصانية إيه اللي قاعد تصرف عن المال العام وحماية المال العام وقاعد تصرفنا عن قضايا مهمة. وأكثر من مرة أنا قايل لك هالحكي، عندنا اللجان، عندنا الأشياء اللي يجب أن نحقق فيها، أنت تقول لي ميزانية، أنت قاعد تتكلم عن هالقضايا، وبالتالي أنا أيضا أرد عليك في هذه القضايا. شكرا لأخ الرئيس. تفضل وزير أبو، تفضل وزير دولة شؤون مجلس الأمة. شكرا أخ الرئيس، يعني أنا كنت برا الحقيقة في القاعة ويعني استمعت إلى جزء من كلمة الأخ مسلم البراك، والجزء الحقيقة يعني وردت فيه عبارات أنا ما أدري شنو العبارات التي جاءت في كامل الكلمة. ومثل ما ذكر الأخ سيد عدنان قبل شوية، يعني هذه هي الديمقراطية، والأخ مسلم يجب أن يحترم رأي الأغلبية. إذا كانت القرارات كلها تتخذ في هذه القاعة برأي الأغلبية، فعلى الأقلية أن تحترم رأي الأغلبية. وشكرا أخ الرئيس. تفضل مسلم. شكرا الأخ الرئيس. يعني أول شيء أنا أستغرب من الأخ عدنان، مع احترامي وتقديري له، رئيس لجنة الميزانية، لكن أن يتحول إلى مدافع عن 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 نائب يتكلم وموجود في القاعة ويدافع عن رئيس الوزراء ويعتبر بأن هذا الأمر واستجوابات شخصانية، أنا أتحداك أنك تقف الآن تقول شنو شخصانيات الاستجواب، أتحداك. أما إذا بتحاول تبرر لنفسك هذا أمر خاص فيك، ما يجوز تقعد على المنصة والآن اللي تكلم الأخ صالح وفي هذه اللحظة تأتي لتقول مثل هذا الكلام، ما هو مطلوب منك هذا الأمر. أما قضية، أنا أعرف أن من يدير الجلسة هو رئيس المجلس الأخ البصيري، طيب موجود وزراء قاعدين ولا أنت وزير مختلف؟ في وزراء موجودين ما حد نطق فيهم ولا حد تكلم اطلاقا، لأن يعرفون تماما بأن هناك وزير رئيس هو اللي يدير هذه الجلسة. الأمر الآخر، حنا قاعدين نتكلم على بعض الحقائق، طيب بدل ما تجي وتجاوب وتقول عن الحقائق، حنا قاعدين نقول لك الآن أنه بناء على سفر الرئيس إلى الدول الأفريقية، تطلع بعض الدول تقول لأن الرئيس قد قام بهذه الزيارة التاريخية فإن راح نفتح سفارات، 5 سفارات في الكويت. اتضح منين الخمس سفرات هذه؟ مدفوعة مرتباتهم وميزانياتها ومدفوعة إيجاراتها من وزارة الخارجية. في عز الأزمة اللي صارت في مسألة الاستجواب الأول اللي قدمه الأخ فيصل، يدخل أحد الأشخاص بتأشيرة بنظام ألقي من سنة 2000 من السلطة الفلسطينية، لا يختمون على جوازه ولا يكون اسمه موجود على الكمبيوتر، ايش حقهم دخلينه؟ شكرا. تفضل المقرر. شكرا أخ الرئيس. اولا اخ مسلم، مو انت اللي تحدد منه يتكلم او ما يتكلم، لان انت مثل ما تريد ان لا يكون وزير الدوله رئيس، انت ايضا ما تقدر تكون رئيس للجلسه، مو انت اللي تحدد منه يتكلم مقرر. وانا خلال هالفتره السابقه كلها كنا نتبادل ولا انت ايضا اعترضت، ولكن قضيه ان انت تتهم الاشخاص بتبرير مواقفهم ايضا احنا ما نقبل فيه نتيجة لمعرفتنا بهذه المواقف. وانا قاعد اقول لك ادافع عن عضو من اعضاء لجنة الميزانية فعلا، والجهد اللي قاعد يبذلونه، ومن الظلم ايضا ان واحد بالميزانية قاعد يبذل جهد انه يظلم. اما قضية الشخصانية اللي تقول عنها بخصوص رئيس الوزراء، ف
فاسأل الناس، أنت شوف اسأل الناس عن مواقفك وعن تصويتاتك في كل الاستجوابات اللي صاير اللي صايرة سابقا، شنو تصويتاتك، شخصية ولا مو شخصية؟ شكرا لأخ الرئيس. أخ مسلم إن شاء الله، بس يعني محدودة بهالدقيقة هذه، تفضل وزير الدولة شؤون مجلس الأمة. شكرا أخ الرئيس. يعني الأخ مسلم يقول اشمعنا الأخ البصير يجي من برا القاعة لكي يرد علي ويرد على الكلمات اللي أنا قلتها، ليش الوزراء اللي موجودين ما ردوا؟ الوزراء اللي كانوا موجودين كان عندهم النية، وأنا أول ما دشيت كان الأخ أبو مشعل جاهز للرد، لكن كانوا ينتظرون كلمته لما تنتهي الوقت، ما كانوا يبون يعني يقاطعونه أثناء كلمته لأنه هذا مخالف للائحة. فمثل ما الإخوة الوزراء يحترمون اللائحة ويحترمون العبارات ويحترمون يعني الإخوة النواب عندما ينتقدون في نطاق وأطر اللائحة والمسموح فيه في اللائحة، أرجو أن الأخ مسلم البراك يحترم إخوانه وزملائه، ليس الوزراء فقط وإنما حتى أيضا يحترم زملاء الأخوة النواب. شكرا الرئيس. شكرا. دقيقة مسلم إن شاء الله جايك إن شاء الله، دقيقة خلني أخلص فيها دقيقة. طبعا الأخ الرئيس الأخ عدنان لما يتكلم يدافع عن طرف، هذا الطرف موجود في المجلس وأنا ما ذكرت اسم، وأنا تصويتاتي من دخلت مجلس الأمة إلى الآن وهي تصويتات ثابتة وتعبر عن قناعة، لكن أنت يا سيد عدنان آخر من يتكلم عن قضية الالتزام بالتصويتات. شوف تصويتاتك الأخيرة عشان تعرف أن مو عدنان عدنان هذا كول. شكرا. تفضل الرئيس. شكرا. يبي يتهم ويقول لا والله ما اقدر ارد. شوف لا تتوهم في يوم من الايام ان نخضع لصوتك العالي او تهديداتك او ابتزازك، لا تتوهم لا تتوهم. واذا انت تبي تقول تصويتاتك على قضية الاستجوابات، تذكر استجواب الاخ الفاضل محمد شرار وتذكر كثير من القضايا. انت روح اقرا اليوم في جريدة الكويتية شنو كاتب عنك بدر الحميضي، مو انا اللي اقول، اذكر في كثير من القضايا احنا سكتنا والله ها واحترمنا، لكن يبدو ان تتوهم ان القضية قضية ضعف. مو انت اللي تقيم تصويتاتي اي او لا، انا اللي قيم تصويتات الناس، الشعب الكويتي هو اللي قيم، خلي قيمونك ويقيموني بعدين. لا تتوهم يا أخ مسلم إن إحنا نخاف من كلامك أو اتهاماتك، إحنا بالعكس قاعد نرى إن هذا قاعد يشجعك ويشجع الكثيرين من أمثالك، ومن هني ورايح لن نقبل بهذا الأسلوب، لن نقبل. هناك لائحة، هناك دستور يجب عليك أن تلتزم فيهم. شكرا لأخ الرئيس. مسلم شو اسمه، بس أرجوكم يعني بدينا نوصل إلى حد ترى يسيء لنا كلنا كمجلس، فأرجو أن ننهي هذا الموضوع. تفضل مسلم. دقيقة الأخ الرئيس، أول شيء من طلب تقييم التصويتات هو سيد عدنان مو أنا، وبالتالي إذا أراد سيد عدنان يقيم تصويتاته خلي يسأل نفسه، هو آخر إنسان ممكن يتكلم عن هذا الأمر. عدنان عبد الصمد إذا كان يكلمني عن استجواب، سيد عدنان عبد الصمد تحدث في كل الاستجوابات التالية وكان مؤيدا للرئيس ومؤيدا لكل الوزراء. أنت ما تشوف نفسك ولا تشوف وضعك، والآن تتحول إلى مدافع لرئيس الوزراء ومدافع عن بعض النواب الموجودين للقاعة. يا أخي اترك هذا الدور للوزراء، لا تقوم بهذا الدور، خلاص لا تقوم بهذا الدور. تفضل مقرر. الأخ الرئيس، لا لا الأخ الرئيس هو خلي يشوف تصويتاته، هو أنت شوف تصويتاتك وشوف شخصانيتك، استعرض كل الاستجوابات وشوف شنو أنت تصويتاتك. وأنت اللي كنت تقول عن رئيس الوزراء الرئيس الوزراء الإصلاحي، أنا أقول لك لا تقول إصلاحي، قول توجهات إصلاحية. لأن ليش تغيرت؟ ليش تغيرت؟ لا ها ممتاز الأخ الرئيس، لأن كان يمسك طريق سليم. ها ما يت لا الأخ الرئيس ما يتحمل يسمع
ما يتحمل يسمع مثل ما انت تقول عن رئيس الوزراء تغير، انت ايضا تغيرت، تغيرت باسلوبك وتصويتاتك، انت اللي تغيرت. ايه وانت تتوهم بس حسبالك سلم الناس والشعبية، بس انت انت اللي انحرفت ومنحرف سلم وتتوهم مني ورايح. ما راح نسكت عنك، ما راح نسكت عنك، ما راح نسكت عنك. عدنان ارجوك، عدنان عدنان مسلم، خلاص خلاص مسلم مسلم مسلم. خالد خلاص خلاص، خالد طاحوس خلاص، بس خالد طاحوس، خالد يودو خلاص سلم 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 سلم. خالد طاحوس يلا توكل على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. سيد الرئيس، الأخوة الأعضاء، أنا أبي أبدأ كلمتي في ثلاث أبيات شعر قد تجسد الحالة اللي قاعد تعيشها البلد. يقول الشاعر محسن الدويخ الظاهر العجمان كلهم صايرين شعراء في صفحة الشعرية في صوت الأمة، يقول أموالنا 37 مليار، الشعب ينطرها ولا شاف حاجة، الصحة منهارة والتعليم منهار، طارت ومر المال من عنق الزجاجة، أعمارهم ما يشبه هي أعمار، ولا سجل الديوان فيه احتجاجة، الجرد ما يوصل طويلين الأعمار، والوقت نفسه ما يحب المواجه. صح بدنك. أنا أعتقد بأنه من خلال هذه الأبيات ومن خلال هذه الصفحة التي تعبر عن الوضع اللي قاعد تعيش البلد في جريدة المستقبل الصفحة الشعرية، من خلال شعار أعتقد بأنهم لفترات متتالية جسدوا وضع البلد وحال البلد، هم محسن الدويخ وحمد المخيال وعلي القهيدي وحمد العجمي. لذلك الوضع اللي قاعد تعيش البلد قد لا يكون بعيداً عن هذه الأبيات اللي تحدثت عنها. اليوم قد يكون كادر المعلمين لم يحصل على 44 صوت وحصل على 42 صوت، لكن أنا بقول بأن الوضع اللي قاعد تعيشه مؤسسات الدولة والإخفاقات المتتالية في مجلس الخدمة المدنية، ونبح صوتنا وإحنا نقول إذا أردتم معالجة الأجور والمرتبات عليكم توحيد سلم الأجور والمرتبات في كل مؤسسات الدولة، لكن واضح بأن هناك تميز وأن هناك تفاوت بين الأجور والمرتبات بين مؤسسات الدولة، مما أدى إلى أن يكون هناك جاب بين مؤسسات الدولة. نعود إلى رد كادر المعلمين اليوم. أنا بقول بإذن الله في دور الانعقاد القادم نحتاج الأغلبية العادية المتكونة في 33 صوت لإقرار هذا الكادر. لكن بقول ليش تم رفض هذا الكادر اليوم؟ أنا أعتقد بأن هناك لعبة حكومية ساهمت في تعطيل هذا الكادر اليوم، رغم أن مهنة المعلم هي من المهن الشاقة اللي كان يفترض بأن يتم إقرار كادر، لكن أقول وعد قدام بإذن الله. هي جانب. لكن الأمر الآخر، وحتى نؤكد بأن التخبط الحكومي لم يكن فقط على مستوى الأجور والمرتبات، وإنما كان على صحة الإنسان، والضرر عندما يصل إلى صحة الإنسان يجب أن نتوقف كثيراً، ونبح صوتنا وإحنا نتكلم عن التلوث البيئي وعن اللحم الفاسد وعن الماء اللي عليه كلام، لكن نحن أمام حكومة الآن مو موجود منها إلا وزيرين، وبالتالي آخر أولوياتهم معالجة هذه الأوضاع المتكررة.
شوف الوضع في أم الهيمان والمصانع المحيطة في أم الهيمان، شوف الوضع في منطقة الأحمدي، شوفوا ما حدث في مشرف، شوفوا التلوث في بنيد القار. هذه مناطق شبه منكوبة تعاني من تلوث وأضرار بيئية. شوف البحيرات النفطية. أنا أعتقد بأن هناك عبث وهناك تعدي من قبل أطراف متنفذة في منطقة ميناء عبد الله لوثت المنطقة الجنوبية، أيضا في محطة مشرف وفساد المقاولين في محطة مشرف، أيضا تلوث السيارات المتمركز على الدائر الثاني. اليوم المواطن الكويتي لما يعاني من أمراض مختلفة، لما ينتشر مرض السرطان، لما تنتشر الأمراض المختلفة، ترى هذا جاء جراء عدم تطبيق الحكومة القانون على المتنفذين، على ملاك الشركات اللي قاعد يبيعون اللحم الفاسد، على ملاك المصانع المتنفذة، على 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 ملاك شركات المقاولين اللي قاعد يقومون مشاريع لوثوا فيها البر والبحر والجو. اليوم احنا يجب ان نتوقف كثيرا. فعلا احنا نناقش ميزانية، لكن انا اعتقد بان جزء من هذه الميزانية استنزفت الحكومة على المتنفذين من ملاك الشركات وملاك المصانع. أين تطبيق القانون اللي قاعد تتشدق فيه الحكومة؟ ليش ما طبقت المادة القانون 56/96 اللي هو قانون الصناعة؟ ليش ما طبقت قانون البيع على اللي قاعد يضر صحة البشر؟ لذلك أعتقد اليوم بأن هذه الحكومة فعلا غير قادرة. وين وعود الحكومة في معاقبة ملاك المصانع؟ ولا هذا كله كلام وحبر على ورق نقراه؟ لذلك أنا أعتقد اليوم بأن الوضع ما يجب أن يسكت عنه، وأن صحة المواطن الكويتي هي أمانة في رقب 50 نائب. أنا الحكومة ما عد من هرجة هذه. هذه الحكومة تقول كلام في القاعة ومن يوم تطلع إلى أحسن كلامها. لكن أنا أقول لأعضاء مجلس الأمة، ترى كل مواطن كويتي يتعرض لمرض سرطان ولا غيره من الأمراض ترى في رقبة كل نواب الأمة. لذلك علينا أن نتحمل مسؤولياتنا في التعامل مع هذه الحكومة جراء تقاعسها عن الدفاع عن صحة الإنسان. هي جانب. الجانب الثالث اللي بتكلم عنه ورسالتي إلى وزيرة التجارة، وهي مو موجودة بالقاعة، لكن حذرتها مرارا وتكرارا من قضية شركة تقطيع المعادن، وحطينا هذا المحور ضمن الاستجواب، وكان لنا رأي واضح بأن عندما أبرم العقد لم يتم مخاطبة ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع ومجلس إدارة الهيئة ولا حتى الحكومة، وهي الآن تقوم بالضغط على إدارة الهيئة العامة للصناعة لتجديد عقد شركة تقطيع المعادن. وللأسف يرضخ مدير عام الهيئة ونوابه ببعث كتاب إلى ديوان المحاسبة وإلى الفتوى والتشريع يقولون لهم إحنا نريد أن نجدد عقد شركة تقطيع المعادن الموجودة في الاستجواب. وأنا أقول حق الوزيرة مرة أخرى، لا تكونين طرفاً في معسكر الفساد فيما يتعلق بمشاريع التعدي على أملاك الدولة، وأنا واضح معاك في هذا الجانب. شركة تقطيع المعادن شركة استولت على 2 كيلومتر مربع من أملاك الدولة ولم يخاطب الجهات المختصة قبل إبرام العقد، وكلامنا واضح في هذا الجانب. لذلك يا وزيرة التجارة عليك بسحب الطلبات التي ذهبت إلى ديوان المحاسبة والفتوى والتشريع، لأنها طلبات مخالفة والعقود مخالفة، وما بني على باطل فهو باطل في هذا الجانب. الأمر الأخير اللي بتكلم عنه، أنا في الجلسة السابقة عند مناقشة ميزانية الأمانة العامة لمجلس الأمة، أنا تكلمت عن المخالفات الإدارية وعن حجم الشكاوي على مجلس الأمة من قبل الموظفين في مجلس الأمة، وحجم التضييق على الموظفين وعلى المنظمة النقابية، وكان كلامي واضح في هذا الاتجاه. لكن بعض الأخوان حاول أن يخلط الأوراق ويتحدث عن قضية السيارة وقضية عقد السيارة. أنا لم أتكلم عن هذا الأمر، ومن تكلم عن هذا الأمر هو النائب سلم الوراك. أنا الطلب اللي قدمته يتعلق بقضايا رفعها موظفين في الأمانة العامة لمجلس الأمة نتيجة ظلم وقع عليهم. والأخوان يقول ما عندنا 200 قضية، عندنا 104 قضايا. هل يعقل اليوم أن عدد موظفين لا يتجاوز 400 موظف، 100 منهم رافعين قضايا في المحكمة، وأنا متأكد بأن القضايا أكثر من 100، وأن أيضا فيما يتحدثون في بيانهم
اللي ما حطوا اسمي في الرد عليه يقولوا احنا نمارس الديمقراطيه وحق الموظف حق التكافل. انا اقول لكم لما يكون عضو في منظمه نقابيه يصرح تصريح وينتقد الامانه العامه يحال الى التحقيق. عضو المنظمة النقابية هذا حق مكفول له وحق أصيل له بأن ينتقد الأوضاع وأن ينتقد المؤسسة وأن تكون له ملاحظات وأن يكون رأي في هذا الجانب. لما يأتي عضو منظمة نقابية ويحال الإخوان ما يدرون بأن هذه الإحالة مخالفة للاتفاقيات الدولية، اتفاقية 87 بشأن حرية التنظيم النقابي واتفاقية 98 بشأن المفاوضات الجماعية وحرية حق التعبير للنقابي. لما يجي عضو في منظمة نقابية يقول رأيه وحال إلى التحقيق، إذا عندك شيء عليه روح القضاء مثل ما تقول الموظف راح القضاء وسمحنا له. لكن أنا بقول كم عدد الأحكام القضائية اللي كسبوها الموظفين في الأمانة العامة، وإحنا كلامنا ترى مو موجه لك يا الأخ علام، لازم تعرف هذا الأمر. أنت تقول بأن الرئيس هو مسؤول عن القرارات هذه كلها، وأنا من هذا المكان أحمل رئيس مجلس الأمة حسب ما قال الأمين العام مسؤوليات ما قاعد يحدث في مجلس الأمة وما قاعد يحدث للموظفين في الأمانة العامة لمجلس الأمة. هذا أمر مو مقبول ولا يمكن أن نقبله ولا يمكن أن يضطهد العاملين في الأمانة العامة في مجلس الأمة. إحنا هنا ندافع عن الشعب الكويتي. هل يعقل أن شكرا خالد. نظام تفضل. شكرا للاخ الرئيس. الاخ الرئيس انا استغرب الحقيقه من الاخ طاحوس، يعني ميزانيه الامانه العامه خلصت لمجلس الامه، تم الموافقه عليها وكان المفروض هالملاحظات هذه يبديها في وقتها. الان ميزانيه الدوله العامه، يعني الحقيقه خلط هالامور هذه بهذه الطريقه من ميزانيه لميزانيه وتكريس التهم واعلانها بهذه الطريقه ما يجوز. يبي يحقق خليه يقدم. هو وقع مع مجموعه من الاعضاء على تحقيق يتعلق بالامانه العامه، خلي يكمل فيه. اما الكلام بهذه الطريقه هذه مرفوض. وخاصه انك حضرتك يعني رئيس المجلس وتعلم الامانه العامه خاضع لك. فاليوم احنا مو قاعدين نناقش ميزانيه الامانه العامه لمجلس الامه. خلصت الميزانيه العامه لمجلس الامه. شكرا لك الرئيس. شكرا. تفضل دقيقه. انا 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 اعتقد بان كلامي كان موجه استطراد لما ذكرته في جلسة سابقة، ولم أوجه كلامي للنائب الفاضل علي العمير. وأنا أعرف بأن ميزانية الأمانة العامة تم التصويت عليها، ما حد اختلف على هذا الأمر، لكن أنا من حقي أن أنتقد أي أداء في أي مؤسسة حكومية ومن ضمنها الأمانة العامة لمجلس الأمة. ما عليها خط أحمر الأمانة العامة عشان ما نتكلم عليه، لا بنتكلم اليوم وبكرة وبعد بكرة، وأي خطأ في أي مؤسسات الدولة راح نتكلم عنه، ولا راح نقبل أن يمس أي موظف في أي مؤسسة من مؤسسات الدولة. عدد القضايا في الأمانة العامة فوق 100 قضية وأنا بمشي معاهم في كلامهم. هل يعقل مؤسسة عدد موظفينها 400 فيها 100 قضية؟ معقول هذا الكلام أن يحدث؟ ولما نجي نتكلم وننتقد أوضاع في مؤسسة معينة يحاول بعض أنه يشكك في كلامنا ولا يرد علينا. إحنا كلامنا واضح وأنا كلامي واضح، وأنا قلت رئيس. شكراً خالد. شكراً خالد. خلص أبديت وجهك. تفضل الأخ الرئيس. إحنا نحترم ما يقوله الأخ خالد طاحوس في أي وقت يريد أن يبديه، وما عندنا مشكلة. لكن إحنا أيضاً أمام استيضاح حقائق الأخ الرئيس، وإحنا الأمانة العامة نتعامل معها، يعني هذه ما هي خارج مجلس الأمة، وإن ما نعرف كيف تدار الأمانة العامة اليوم. وهو بين أمرين، يا من الرجل يمضي في التحقيق اللي يطلبه، مو طلب تحقيق ووقعه، خليه يمضي فيه وخلي نشوف الحقائق هذه. او انك هذا الكلام عفوا الاخ رئيس، او انك تاذن الامين العام خليه يقوم يرد عليه. مو معقول كذي تتم الامور كلها على ما تستفهم ولا يبقى الشريف بالبلد. خلص انتهى الموضوع. تفضل احمد السعدون. لا خلص خالد. خلص تفضل عاد النظام. شكرا اخ رئيس. نعم، ماده 30 من اللائحه اخ رئيس. تفضل. مادة 30 من رائحة أخ الرئيس تتكلم عن أن الرئيس هو يمثل المجلس في اتصالاته بالهيئات الأخرى، ويتحدث باسمه ويشرف على جميع أعماله، كما يتولى الإشراف على الأمانة العامة للمجلس. وبالتالي أي حديث حول أي أعمال فيما يتعلق في أعمال الوزارة يجب أن توجه مباشرة لرئيس المجلس.
هذا جانب. الجانب الآخر اختصاصات المجلس هي قضية الإشراف، يمارس شؤونه الرئيس، يمارس شؤونه في المجلس وموظفيه، الصلاحيات يتخذونها القوانين واللوائح للوزير في شؤون وزارته وموظفيها. ولذلك نعم هناك بعض التظلمات، بعض القضايا رفعت، لكن مجال بحث أنا أعتقد وفق اللائحة هو مكتب المجلس. أما كي الاتهامات الآن للأمانة العامة والحديث حولها، أنا أستغرب في من طرح قال هناك 200 قضية، الأمانة ردت قالت ما عندنا 200 قضية، 107 و107 هم وايد، ومع ذلك ما نمنع حق أحد يروح يتظلم، وإذا طلع على حكم هناك إلزام بالأمانة العامة أن تطبق مثل هذه الأحكام. أما الحديث بشكل غير مباشر فيما يتعلق في أعمال لجنة المناقصات، فأنا أقولها من الآن، إحنا ضد مثل هذا الطرح الغير مباشر. أعضاء لجنة المناقصات ناس نحطهم على الجرح يبرة، أخ عبد الله الرومي، أخ عدنان عبد الصمد، أخ حسين الحريتي، أخ يوسف زلزلة، والأخ الأمين العام، كلها إجراءاتهم وإحنا واثقين فيهم ثقة عمية. وبالتالي الحديث بطريقة غير مباشرة حول هذا الموضوع يعني التحقيق مع نواب، وهذا كلام مو صحيح. وبالنهاية أنا باشر قد أي مناقصة قد أقول الله استدعي رئيس اللجنة، استدعي رئيس المجلس عشان أسأله المناقصة الفلانية ليش رصيت ولا ما مارس. خالد استريح، استريح الحين، ما أعطيتك الكلمة، استريح استريح دقيقة عادل الله يخليك. لذلك أنا قاعد أقول كل هذه الملاحظات، وأنا شخصياً أكثر المرات أيضاً انتهجت مثل هذا النهج، هذه الملاحظات تكتب وتقدم إلى مكتب المجلس وتولى اختصاصاتها في هذا الجانب ويبحثها. حنا في عهد، في تصور لابد نسمع وجهة النظر الثانية، لكن أيضاً وفق الإطار، لا أن ندمر هذه المؤسسة وننتقص من أعضاء أفاضل نقرهم ونقدرهم، ولا يمكن نشكك في أعمالهم من واقع ملاحظات وقضايا أعتقد لها إطارها الخاص في بحثها ووصول النتائج فيه. عبد الله الرومي تفضل. شكرا لأخ رئيس. الأخ رئيس حقيقة مع التقدير لحضرتك أنا أعتقد، وأيضا تقدير للأخ خالد، أعتقد الكلام اللي قاله خالد فيما يتعلق في الأمان العامة خارج الموضوع، وبالتالي يفترض أنه يشطب، لأن نتكلم إحنا عن ميزانية العامة للدولة. أنا ما دافع عن علام ولا دافع عن الأمان العامة، لكن أدافع أيضا عن اللائحة، وبالتالي يفترض فينا أن نلتزم في اللائحة في حديثنا. يفترض في المتحدث في المادة 86، في المادة 83 والمادة 88 تكلم عن المتحدث أن يلتزم في الموضوع. وبالتالي هل موضوعنا الآن الأمان العامة؟ أنا كنت أتمنى أنه يقدم الطلب اليوم للتحقيق، أتمنى أنه يقدم للطلب التحقيق. أنت شكون فينا؟ أكو واحد فيكم يشك فينا؟ إحنا هذه ميزانية فيها، ويفترض يفترض يفترض اللي يرضى يرضى ولا كيفة فيها. لكن مين هذا؟ أتي تقول والله تعالوا تقدموا طلب، ليش سحبتوا؟ ليش سحبتوا؟ مع احترامي لكم جميعا، لكن ليش سحبتوا؟ تعالوا أنا مستعد عشان نبين الحقائق. لا حد يتخفى في هذا الموضوع، لا حد يتخفى في هذا الموضوع. وإذا تبون عفوا الأخ رئيس، عفوا الأخ رئيس، وإذا تبون ارجع للمضبطة وارجع للمجلس التأسيسي، ارجع للمجلس التأسيسي، ترى موضوع السيارات أصلا باطل ولا يجوز. وإذا كنتوا تبون تحافظون على المال العام ردوا السيارات، إذا كنتوا شرفها ردوا السيارات، لا يجوز. هذا مو كلامي، كلام عثمان خليل واضع الدستور لما وضعوا المادة في موضوع المكافأة، وقال إن المكافأة تشمل حد. عبد الله خلاص، عبد الله شكرا. خالد ترى رجاء إذا دخلت موضوع ثاني بسكر الميكروفون. يلا دقيقة واحدة. عبد الله خلاص تفضل. خالد طاحوش، انا بس يعني لتوضيح الامور ووضعها في نصابها الصحيح، احنا حديثنا عن القضايا الاداريه. الاخ عبد الله الرومي تحدث عن عقد يتعلق بالسيارات، انا ما تطرقت لا في الجلسه السابقه ولا حتى في الطلب اللي انا قدمته. ايضا فيما يتعلق بامانه الاخوان اعضاء هيئه المكتب، انا لا اشكك في امانه اعضاء هيئه المكتب، وكلهم زملائنا نقدرهم ونحترمهم،
واحنا نقدرك ونجلك ونحترمك، لكن في بعض المفردات يفترض انها ما تطلق من شخص فاضل مثل الاخ عبد الله ضمي اللي كله كل تقدير واحترام. بس احنا طلبنا واضح يا شكرا شكرا بس خلاص شكرا خبر. عبد الله يعني انا اود ايضا ان أؤكد لك ولاخوانك اعضاء اللجنه تقديرنا لك وللأمانة العامة على الجهد اللي قاعدة تبذله، ونحن بشر وأظل أنا مسؤول. إذا كانت هناك في أخطاء فما عندنا الجرأة أن نعالج هذه الأخطاء. آخر المتكلمين جماعة خلنا نخلص. تفضل. شكرا سيد رئيس. العموم نعود لأجواء الميزانية العامة للدولة. أثير يعني قبل قليل بالعديد من مداخلات الزملاء قضايا تتعلق بموضوع أملاك الدولة ومناقصات الإسكان، وأنا حقيقة أود أن أؤكد بأن لجنة الميزانيات بحثت هذا الأمر بجدية، وخصوصا من خلال الحسابات الختامية السابقة وملاحظات ديوان المحاسبة، وأيضا أثناء مناقشة الميزانيات الخاصة والميزانية العامة والخاصة والميزانيات الملحقة. اللي أريد أكده الآن طالما يعني نحن متشرفين بوجود الحكومة إلى الآن في القاعة من خلال الوزير الإسكان الأخ محمد النومس، وأيضا وزير المالية الأخ الفاضل مصطفى الشمالي، أنه أثير موضوع مدينة صباح الأحمد الأخ محمد، وأنا أعتقد بأن هذا الموضوع بحاجة إلى وقفة جادة منك الآن وأنت ببداية الطريق، وعسى الله يوفقك. مناقصات مدينة صباح الأحمد يا أخ محمد كانت محور من محاور استجواب كتلة العمل الوطني، والعبث اللي مورس من خلال ترسية مناقصات في مدينة صباح الأحمد دون الذهاب إلى لجنة المناقصات باستغلال حقيقة غير مريح لقانون الرعاية السكنية، أنا أعتقد بحاجة الآن منك إلى تشكيل لجنة التحقيق وعندك فترة الصيف، وأرجو لأن المحاور الاستجواب اللي قدم لم تغلق إلى الآن، وهذه قضية أضاعت على المال العام بشهادة ديوان المحاسبة 71 مليون دينار، نتحدث عن ميزانية متضخمة وهدر بالمال العام. أيضا فيما يتعلق في أملاك الدولة الأخ أبو مشعل، أنت حضرت لجنة الميزانيات وناقشنا معك عقد مجمع أولمبيا مجلس أولمبي الآسيوي، وأنت شهدت بأن هذا العقد مليء بالمخالفات، ووعدت بأن الوضع سيتم تصليحه. أنا أقول لك لا، هذا المشروع يجب أن يسحب عقده، لا يمكن، وأنا أقول لك إياها الآن باسمي وباسم الأخوان في كتلة العمل الوطني، لا يمكن أن نقبل بأن تضيفون ملحق للعقد، بأن تعدلون بالعقد، هذا أمر غير مقبول. أكو تجاوز، أكو استيلاء على المال العام، وكانت هذا الموضوع أيضا محور من المحاور الأساسية في استجواب الله يذكره بالخير الأخ الفاضل الشيخ أحمد الفهد عندما كان وزيراً. شكراً. أنا أعتقد فترة الصيف إذا تسمح لي، فترة الصيف كافية جداً للحكومة لكل المخالفات، أثبتوا جديتكم، افتحوا صفحة جديدة مع المجلس حتى نأتي دور العقاد القادم ونضع لكم العذر بأنكم اجتهدتوا وأصلحتوا أخطاءكم. أما أن استمرت الأخطاء يا أخ أبو مشعل يا أخ محمد، أقسم بالله العظيم هذا الاستجواب قائم قائم وللحكومة مجتمعة. شكرا شكرا سيد الرئيس. تفضل أخ أحمد سعدون. شكرا لأخ الرئيس. الأخ الرئيس في دور انعقاد السابق قبل ما نبدأ مناقشة الميزانية كان الأخوان طلبوا، أعتقد طلبهم كان صحيح، بأن يا جماعة هاتوا لنا مشروع القانون الخاص بالخطة السنوية. وبالفعل اجتمعت اللجنة المالية بشكل سريع وما كانت متوافقة حتى مع الميزانية، وجينا فيه العام الماضي. في السنة هذه قدم تقرير اللجنة عن الخطة السنوية 2011-2012 ولا يزال موجود على جدول أعمال المجلس. الأخ وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير النفط وزير النفط وقف في جلسة سابقة وطلب استعجال وبعدين سكت، ما أدري الظاهر ما يعلم، جت تعليمات وقالوا له اسكت عن الخطة لا تتكلم عنها، أتكلم عن الحكومة يعني، قالوا له يمكن لأغراض محددة لأغراض خاصة، وراح أقول ليش.
بس قبل ما استمر الاخ الرئيس لابد من ان نسجل كلمه شكر للاخوان في لجنه الميزانيات حساب الختام. انا قرات التقرير هي بتمعن ويجب ان نسجل لهم الشكر لان بالفعل مسوا كل نقطه يجب ان تمس على الاقل من وجهه نظرنا في الوقت الحاضر فيما يتعلق في كيفيه اعداد الميزانيه، فيما يتعلق ايضا بعدم قدره الحكومه على تبرير ميزانيه بهذا الحجم. وزار الطين بله لما جاءهم الاخ وزير الماليه في اخر يوم في يوم 26 قبل يومين يعني وطلب زياده الميزانيه، الاخ الرئيس تكلم ولا اقعد؟ اتكلم ولا اقعد؟ لا ما ادري يعني تكلم ولا اقعد؟ بالعكس صار مؤتمر صغير فوق مو مشكله ما قاعد اسمع يقول ما قاعد تسمع هذه اللي وش قلت. فلذلك الاخ الرئيس جاهم الوزير الماليه يطلب كذا شخره علم يبي رفع الميزانيه لمليار زياده مليار و700 مليون. لذلك حسنا فعلت اللجنه الماليه برفض هذه الميزانيه وارجو ان يستمر هذا الرفض. انا اعتقد يمكن حتى الراي اللي قيل اليوم محاوله ايجاد مخرج انه والله تعالوا خلينا نجتمع مره ثانيه وتعيد النظر فيها، الميزانيه تحتاج الى اعاده نظر شامله كامله صحح المسار. خل اقول ليش وزير الدوله وشؤون مجلس الامه ليش تراجع؟ ليش سكت؟ تفسيري انا ما في تفسير اخر. واضح تماما ان في مشروعات ما يبون ينفذونها وفقا لقانون الخطه اللي يجب ان تكون شركات مساهمه عامه، وهذا واضح الان من مشروعين على وجه التحديد. مشروع المصفات الرابعه احنا امس هنا توجهنا في توجه لتشكيل لجنه التحقيق علشان العقد الاستشاري اللي شل 800 مليون دولار يعني 240 مليون دينار. مشروع المصفات الرابعه لوحده 4000 مليون، وانا قلت كلام هني والكلام قاله من راح يتضرر من يعتقد انه بيتضرر. زين احيانا لما يختلفون اصحاب المصالح، لما اختلفوا واحد يقسم بالله يقسم ان خساره ان العمولات في المصفات الرابعه مليار دينار على مسؤوليته على ذمته. انا ما اقدر ما اصدقه لانه سبق كان مثل هذا الكلام ترى صحيح. ما اقدر ما اصدقه نتيجه ايضا توجه المحموم غير عادي، التفسير غير المبرر. ينقال مؤسسه البترول ليش ما تروحون؟ يعني انتم تتكلمون عن تفعيل القطاع الخاص، عن دعم القطاع الخاص. طيب ليش؟ قالوا لا لان قانون الخصخصه لا يسمح. هذا الكلام طبيعي ماخوذ خيره وكلام ما هو صحيح. قانون الخصخصه لا يتحدث عن المشروعات الجديده. قانون الخصخصه يتحدث عن المشروعات القائمه. لانه يتكلم عن مشروعات بالفعل موجوده وتحتاج الى اعاده تقييم. لكن ما يتكلم عن مشروعات جديده، لكن انا ادري ما يبون. الانكى من ذلك، الاسوء من ذلك ايضا عمليه صارت قبل هذه المره. عمليه متعلقه ب مستشفى الضمان الصحي اللي ايضا طرحوا خلافا للقانون. ولما اثرنا هذا الموضوع طلب الوزير المختص، طلب وزير الصحه الحقيقه بان يجتمع مع اللجنه الماليه ويجتمع بالفعل. ويجب ان يسجل وزير الصحه بعد ما انتهى الاجتماع وجه رساله لوزير الماليه، لكن وزير الماليه ظهر مصر لان واضح هذا وين بيروح، ما راح نخليه. لن نسمح لطواغيت الفساد في الكويت، ما نسمح لهم، سنواجههم. والمصفات ما راح تمر بهذا الشكل. خلي يقول الوزير الدوله ليش سكت عن الخطه؟ ليش؟ لان يعتقد في بعض التعديلات اللي وضعناها بالقانون الحالي 2011 2012 يعتقد انها يمكن تقيدهم. لا، القانون 9/2010 يقيدكم، هذا القانون نفسه يقيدكم. عندهم مشكله في تطبيق القوانين الاخ الرئيس. قانون الخطه طبيعي منسوف تماما، ما جابوا التقارير اللي افترض ان تاتي حتى اللي على ضوها يمكن نحدد اذا كانت خطه ناجحه ولا لا، اذا كانت ماشيه ولا لا. الاكثر من ذلك انه ما تسرب عن اجتماع مجلس الوزراء مع مجلس التخطيط اللي نشر بالصحف وما انكروه حتى الان، هذا كلامهم، كلام المسؤولين هناك، كلام اللي حضروا. قالوا لهم لا تودون التقرير كما هو لان هذا كارثه.
في من يقول لا تخلوا المجلس صيدكم، لأن بالفعل ما في شيء. هذا كلام مو سر. احنا في الاستجواب اللي قدمناه انا والاخ عبد الرحمن العنجري رئيس الوزراء قلنا كلام صريح، قلنا فيما يتعلق في خطه التنميه من كل الشركات الوارده في القانون لم تؤسس ولا شركه واحده حتى الان. احنا مر على الخطه الان، هذه ثاني خطه موجوده سنه ونص. ما في سر، ما تضيفوا لنا شيء لما تجيبون تقريركم، لكن لما تجيبون تقريركم ياتي اعتراف منكم بان مقطوعه الخطه التنميه، كلام كان محاولة تسويق. قانون الخصخصة كان يقولون دائما جماعة اعطونا فرصة خلينا نحول الكويت إلى مركز مالي تجاري، شلون؟ قالوا خلينا نشيل هذا العبء اللي على الدولة ونوديه القطاع الخاص. قانون الخصخصة صدر الآن أكثر من سنة ولا يزال في مكانه ولا يتحرك قيد المهلة، لكن ما كانوا يبون قانون الخصخصة بهذا الشكل، كانوا يبونه بالشكل اللي يبون، يقيمون الشركات كما يريدون ثم يحولونها الى القطاعات الجهات اللي يبونها. وهذا امر واضح ايضا من قانون خاص وهو قانون شركه الخطوط الجويه الكويتيه. قانون واضح، لكن لان لا يشرفهم ولانه ايضا لا يحقق ما تريده بعض الاطراف، حاولوا بكل اسف ان يحرفون في تطبيقه. الاخ الرئيس ايضا انا سبق ان هذا موضوع ثاني، لكن لما جينا على لمناقشة مثلا الحالة المالية للدولة وجينا مناقشة أيضا الميزانية العامة للدولة اللي فيها مبالغ كل الجهات بما في ذلك الهيئة العامة للاستثمار، تذكرون ايش قلنا عن شركة زين؟ خلي يسمع وزير المالية الآن، خلي يسمع وزير المالية، خلي يقول من اللي يملك شركة زين في السودان؟ مملوكة بالكامل للكويت، مملوكة بالكامل لشركة زين الكويت. شركة زين الكويت هي من أموال عامة. خلي يقول كم تحول من سنة 2006، خلي يقول من شركة زين السودان كم تحول للكويت؟ أول سنة فقط 2005 تحولت أرباحها، 2006 تحولت أرباحها، 2006 إلى اليوم ولا دينار حولوه. منهم أضاف جالس إدارته؟ منهم؟ سألوهم من غير الكويتيين، سألوهم منهم، وتعرفون من مسؤولين سودانيين، واحد منهم متعهد إنه ما يحول للكويت ولا دينار واحد. لا والأكثر من ذلك، الآن بعد بالأول كانت السودان وجنوب السودان، لا جنوب السودان راحت، الآن الشركة الجهة اللي كانت ترتبط معها اللي زين باقي زين الأفريقي راحت. إذا يفترض هذا النشاط فقط السودان، الإخوان على حساب الكويت شارين طيارة خاصة، طيارة خاصة يتنقلوا فيها على حساب الكويت، ومو بعيد أن أيضا هذه الطيارة الخاصة أيضا شارينها لغرض، لأن هذا على قيود البحث حسن البشير انه على حسابنا، يجي ياخذ طياره خاصه ما ادري، بس هذا وارد لان اخوه عضو مجلس اداره في شركه زين، في شركه زين السودان. خلي يقول لي وزير الماليه باستثناء السنه الاولى سنه 2006 كم تحول الكويت؟ ولا دينار واحد. لا والفلوس اللي هناك الارباح اللي موجوده هناك موجوده بالجنيه السوداني اللي تاكل يوميا، يوميا يتاكل، يعني تحول الى صفر. الأخ الرئيس أيضا كل أسف ماكو وقت، إذا سمحت أعطيني دقيقة واحدة بس أو دقيقتين الوقت انتهى. تفضل دقيقتين. دقيقتين بس ما أدري الآخر. بحدود الوقت المتاح الأخ الرئيس، وللتأكيد أيضا على كيفية مخالفة القوانين اللي تصدر، كلنا في المجلس بما في ذلك الحكومة كانوا يقولون عن بعض القوانين اللي تم الموافقة عليها أنها هي قوانين نوعية، قانون الخطة، قانون الخصخصة، قانون هيئة أسواق المال، اللي لما صدر قالوا يا جماعة هذا الآن كل هالفوضى اللي تشوفها كانت موجودة في سوق هيئة أسواق المال تنتهي بإذن الله. الآن في صراع هنا، في خلاف الآن، خلاف بين الأطراف كيفهم، لكن لا يجوز عدم تطبيق القانون. المادة 107.5 من القانون تحدد كيفية التعامل مع الموظفين الموجودين في البورصة في ذاك الوقت ونقلهم إلى الهيئة. إلى الآن بكل أسف، إلى الآن التعامل معهم قاعد يتم بشكل غير عادي. إلى الآن يجيبون ناس جدد عليهم وهم قضيتهم ما انحلت. هذا الأمر لا يجوز أن يستمر بهذا الشكل. الأخ الرئيس
انا اتمنى ما دام الاخوان اتمنى الاخوان في الميزانيات اتمنى ما دام الاخوان في الميزانيات راح يعيدون النظر في الميزانيه. انا اعتقد ايضا في امر غريب انا سبق اني اثرت اكثر من مره امر غريب ما هو موجود الا في الكويت بس في الكويت ما هو موجود في دوله ثانيه. دش على اي دوله الان تبيها كبرى صغرى زينه شينه سكه سكه زنقه زنقه اللي تبيها اذا لقيت في دوله واحده بل بما في ذلك حتى دوله الكويت. افتح ميزانيتنا تلقى كل الاعتمادات المخصصه مثلا للوظائف موجوده بغض النظر عن القطاع، قطاع عسكري، قطاع مدني، داخليه، بحرس وطني، الا جهه واحده الا الدفاع. ليش؟ انا اعتقد مسؤوليتكم تحطون دفاع يجب ان ترد يجب ان يرد. شكرا اخ اخر المتكلمين تفضل مبارك خرينج. الرحمن الرحيم، شكرا اخ الرئيس والشكر موصول الى رئيس ومقرر ولجنة الميزانيات فلهم منا كل الشكر والتقدير على الجهد المتميز في أدائهم وعلى حرصهم فلكم منا كل الشكر والتقدير. أخي الرئيس، ما يتعلق في جانب معين فيما يتعلق في موضوع 800 مليون لشركة شل، وأنا أيضا الشكر موصول للحكومة عندما أعلنت أمس تشكيل لجنة من المجلس الأعلى للبترول للتحقيق في هذه القضية. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أتمنى حقيقة وأن كنت أخذت الإجابة من أخ وزير المالية، ولكن أنا أبيها للرأي العام، للرأي العام. إذا كان الآن وزير المالية يقول الكلام اللي قال إياه باعتبار أن الأخ وزير الدولة غير موجود وكذلك وزير مجلس الأمة، هل الحكومة حددت وقت محدد لهذه اللجنة ومتى حتى الرأي العام يعرفون أن هذه اللجنة محددة بوقت محدد؟ ولهم كل الشكر. الجانب الآخر أخي الرئيس، يؤسفنا أن الحكومة التي صرفت هذه المليارات على أمور ليست ذات أهمية، ولكن أن يحرم من هذه الميزانية أبناؤها ومنهم أخي الرئيس المعلمين والمعلمات ومكافأة الطلبة يحرم هؤلاء. كذلك أخي الرئيس أذكر الحكومة والمجلس في ميزانية العام الماضي، وليذكر الأخ مقرر لجنة وأنا أعتقد ذاكرته قوية، أعلن في توصية في ميزانية العام الماضي بضرورة أن تخصص ميزانية من ميزانية الدولة لإخواننا رجال المطافئ ورجال الحرس الوطني للعلاج بالخارج، وذلك أسوة بزملائهم رجال الداخلية والدفاع. كيف يحرم هؤلاء عن هذه الميزة؟ وأحد الأخوة رجال المطافئ تعرض إلى حادث إلى حد الآن لا زال يعاني هذه القضية، وأشكر الأخ وزير الدولة على حرصه، ولكن أنا أقول يا وزير الدولة الأخ الراشد ترى إلى حد الآن الأخ الحيدر لم يرسل إلى العلاج بالخارج. هذا جانب. الجانب الآخر أخ الرئيس، أحب أؤكد أن لا يمكن لا يمكن لا يمكن أن نشك حقيقة في أداء الأخ الأمين العام لمجلس الأمة، ولا يمكن أيضا أن نحمله خطأ، وإن كان الرجل قد يخطئ وقد يصيب، ولكن خطأ الآخرين لا يتحمله، وإذا هناك خطأ نتيجة المناقصات فليتحمل هذا الخطأ هو مكتب المجلس. وأنا أحيي حقيقة الأخ عبد الله الرومي الذي يعني تكلم في هذا الجانب، ولذلك يا أبو أنس أنت حقيقة محل ثقة الجميع. شكرا. شكرا أخ مبارك. وبما أن اجتماع اللجنة مع الحكومة في الميزانيتين النفط والدولة ستبدأ بعد هذا اللقاء، احتمالات أن تتغير الأرقام
فلذلك سأؤجل تلاوتها وحتى تأجيل التصويت عليها لحين تنتهي اللجنة من تثبيت هذه الأرقام، وإن شاء الله باكر إن شاء الله باكر سنبدأ في التصويت على الميزانيتين، ميزانية النفط وميزانية الدولة بعد ذلك، ومن ثم سنبدأ في إجراءات إذا الله سهل وخلصنا الميزانيات سنبدأ في إجراءات الجلسة الختامية. وأود قبل أن أرفع الجلسة أن أكرر شكري إن شاء الله استريح ما أنت مدودهني قبل أن أرفع الجلسة أود أن أسجل الشكر الجزيل للأخوة رئيس وأعضاء لجنة الميزانية على الجهد الجبار اللي قاموا فيه، وكذلك العاملين معهم من سواء موظفين الأمانة العامة أو اللي استعانوا فيهم من الجهات المختلفة، فشكرا لهم شكر جزيل. ومثل ما قلت قبل شوية يعني دوركم مشهود من الجميع، وأيضا أعطى الهيبة اللي حنا نريدها فيما يتعلق بالتدقيق على الأرقام. تفضل أخ المقرر. شكرا أخ الرئيس. أنا لدي حقيقة ملاحظتين بشكل عام. الملاحظة الأولى ما تفضل فيه الأخ الفاضل سيد العضو مبارك رينج فيما يتعلق بموضوع شمول الأخوة العاملين في دار العامة الإطفاء مع بقية الجهات الحكومية، وفعلا هذا من النقاط اللي تكلمنا عنها، أن كانت هناك لجنة ثلاثية في مجلس الوزراء لبحث كل المزايا المتعلقة في هذا الجهات فيما في نفس الاتجاه اللي ذهبت فيه. الجانب الآخر أخ الرئيس، أنا أكرر يعني التقدير والاعتزاز بكل ملاحظات الأخوة في المجلس في أعمال اللجنة، ولازلنا إحنا بحاجة إلى توصياتهم، بحاجة إلى ملاحظاتهم، بحاجة إلى دعمهم حتى فعلا نصل إلى الطموح اللي يرقوننا في قضية أسلوب عرض وآلية التعامل مع مشروع الميزانية. حنا سعيدين وأكرر التقدير أيضا للأمانة العامة اللي وفر لنا كل إمكانيات نجاح العمل وكل العاملين معانا في مكتب المجلس والمستشارين، وأيضا أكرر يمكن نقطة أخر رئيس أنت أشرت لها في اجتماعات سابقة، تقديرنا واعتزازنا بكل العاملين في وزارة المالية وديوان المحاسبة اللي كانوا ملازميننا كل اجتماعات اللجنة في أداء عملها. شكرا أخ الرئيس. شكرا، تفضل مبارك. شكرا أخ الرئيس، وأشكر أيضا المقرر، وأتمنى من السيد المقرر أن تكون هذه اللجنة التي شكلت أخ عادل لو سمحت، أخ عادل صرعاوي لو سمحت، أتمنى من هذه اللجنة التي شكلت أن تكون في أقرب فرصة ممكنة لحل هذه المشكلة حقيقة. السؤال وجهته للحكومة إلى حد الآن ما جاوبتني، وأتمنى من أخ وزير المالية اللي أشغله يمكن الأخ عدنان عن تحديد المدة عن هذه اللجنة فيما يتعلق في شركة شيل. أتمنى أن أخ وزير المالية يجاوبني عليها. شكرا. تفضل أخ وزير المالية. شكرا سيد رئيس، وأنا شاكر الاهتمام الأخ مبارك الحقيقة بهذا الأمر. أمس شكلنا لجنة تغصي الحقائق حول عقد شيل، وكلف فيها أحد المستشارين من الفتوى والتشريع لغاية الآن ما نعرف منه، ولكن على الأقل برئاسة مستشار أو قاضي من الهيئة من الفتوى والتشريع ومجموعة معاه للتحقيق في هذا الأمر. احنا أملنا كبير بأننا ننتهي خلال صيف هذا العام إن شاء الله، ما تي الدورة القادمة إلا إن شاء الله نكون منتهين. بس عادة ما يذكر للجان التحقيق تحديد وقت معين، لأن هذا يترك لهم هذا الوقت، بس أملنا كبير أن ننتهي إن شاء الله خلال الصيف. شكرا. المهم الآن إن شاء الله إحنا حنروح نرتاح، والأخوان في اللجنة مع الحكومة سيبدأون من اجتماعهم في اللجنة الميزانية للتحضير على الأرقام الجديدة اللي إن شاء الله يتفقون عليها. ترفع الجلسة إلى قدم.